طيب، مرحبا، يسعد مساكم. عم تسمعوني هلا؟ اوكي، طيب هبلش على السريع، يعني ولو قبل 10 دقائق، لسبب مهم انه الجلسة تقريبا حوالي ساعة ونص. فاوريدي نحن فتحنا السيشن من ربع ساعة، ف هنبلش هيك على مهلك شوي شوي نتدرج من موضوع الاتصالات الميكروويه، اللي هي بالانجليزي مايكروويف كوميونيكيشن، ونمشي شوي شوي بموضوع الاساسيات والمبادئ. اللي هي بصراحة هي دورة تدريبية بحد ذاتها، يعني نحن بنعملها على حوالي 15 ساعة تدريبية، بس انا هلا رح اختصرها بحوالي 4 جلسات او 5 جلسات، يعني قدر الامكان نتعرف على موضوع الاتصالات الميكروية، شو يعني لينك، شو يعني ديش، يعني شو بتتألف هالدشات اللي عم نشوفها على الأبراج، شو الكابلات، شو الأوديو والآي دي يو، الاندور يونت والاوت دور يونت، هالقصص هاي كلها. فأساسيات اللي حنحكي عليها اليوم هن على الشكل التالي: أول شيء مبادئ الانتشار، طبعا انتشار الأمواج والاتصالات الراديوية. بعدين حنحكي على مكونات او المكونات الرئيسيه لنظام الاتصالات الميكروي. بعدين بدنا نفوت بشيء اسمه ديجيتال مايكرويف كوميونيكيشن، لانه اليوم نحن كل شيء حوالينا هو ديجيتال، ما عاد في شيء اسمه انالوج. طبعا حنستعرض الفرق بين المايكرويف والانالوج، لانه هو اول ما بلشت الاتصالات بشكل عام اللاسلكيه بلشت بنظام انالوج، يعني باشاره تماثليه، ولكن نتيجه عده عوامل من ضمنها ان الاشاره التماثليه بتتعرض لضجيج كبير، ما في عندنا موضوع سكيورتي، ما في عندنا موضوع كودينج وانكريبشن، ما في عندنا محافظة على شكل الإشارة من الانترفيرنس وهالمشاكل هي. لهيك توجهوا لديجيتال. هلا هذا سؤال عام على طول بيسألوا شو الفرق بين الانالوج والديجيتال. نحن كثير بنسمع انه إشارة انالوج إشارة انالوج، اوكي، إشارة ديجيتال إشارة ديجيتال. طبعا شو الفرق بيناتهم؟ الفرق ان الاشاره الانالوج هي عباره عن اشاره جيبيه مستمره مع الزمن، يعني هي عباره مثل عن شكل موجه جيبيه. اما الاشاره الديجيتال فهي عباره عن اشاره رقميه وحدات واصفار، يعني اذا بدي مثل هذا الشكل هو اشاره انالوج، اما هذا الشكل فهو اشاره ديجيتال. ففي فرق شديد واضح تماما بين الانالوج والديجيتال، فبدنا ننتبه على هذا الموضوع بشكل رئيسي. الموضوع الثاني المهم جدا هو انه الاشاره الانالوج غير قابله لموضوع التشفير وغير قابله لموضوع الكودينج، سواء ترميز وسواء تشفير. اما الاشاره الرقميه فبقدر اعملها ترميز وتشفير مع بعض. طبعا الاشاره الانالوج ما بقدر اعمل استرجاع للبتات او للضياع، يعني بمعنى ثاني بالاشاره الانالوج اذا انبعتت وصار عليها مشاكل خلاص راحت، يعني هي الانترفيرنس اللي بصير او المشاكل اللي بتصير ما عاد فيني استرجع. اما الاشاره الديجيتال ففي شيء بسموه بيت ايرور ريكفري، وبقدر انا استرجع البتات الخاطئه، وبقدر انا اسحب قدر الامكان اعمل ريكفري للانترفيرنس اللي صار، واقدر ارجع استعيد الاشاره بشكل طبيعي. بالانالوج ما في سكيورتي، ما في امان، اي واحد بيرسل اشاره بشكل تماثلي مين من كان بيقدر يسمعها اذا حاط على نفس التردد المرسل عليه. شوي شوي، طيب يلا ايهاب، شوي شوي. اوكي، طيب هرجع عيد الفروق بين الانالوج والديجيتال. الانالوج اشاره جيبيه مستمره مع الزمن، الديجيتال اشاره رقميه واحد صفر وصفر واحد. اذا ما عندي غير شكلين بالديجيتال، يا صفر يا واحد. بالانالوج في عندي إشارة جيبية. طبعا شو تابع الإشارة الجيبية؟ تابع الإشارة الجيبية بيقول لك بيساوي المطال، مطال هالإشارة هي المطال مضروبا ب تابع هو جيب ساين 2 بي اف تي. طبعا لما بيكون الساين صفر بلاقي حالي هون، يعني لما بتكون الزاوية صفر بلاقي حالي هون، لما بتكون الزاوية 90 بلاقي حالي هون، لأنه ساين 90 يساوي الواحد يعني يساوي المطال. لما بتكون الزاوية 180 بلاقي حالي هون، لما بتكون الزاوية ناقص 180 بلاقي حالي هون، وهكذا. وبالتالي اللي عم بيصير هو انه عندي اشارة جيبية مستمرة مع الزمن. اما الاشارة الرقمية فهي اشارة يا صفر يا واحد، يا صفر يا واحد، ما عندي غير هالحالتين.
هذا موضوع. الموضوع الثاني، اذا في عندي سكيورتي بالانالوج، عفوا ما عندي سكيورتي بالانالوج، ما بقدر احمي اشارتي من ان الناس تسمعها، اما بالديجيتال في عندي سكيورتي. السبب انه في عندي طرق ترميز وتشفير مختلفه. الاختلاف الثالث هو انه الانالوج بتتعرض لضجيج وتشويش كبير، اما الديجيتال بتحافظ على الاشاره قدر الامكان، بتحافظ على الكواليتي او الجوده. السبب انه بقدر استرجع الاخطاء. في عندي شيء بسموه بيت ايرور ريت، وهو آلية استرجاع أخطاء بطرف الاستقبال، لأنه ما عندي غير حالتين، يا صفر يا واحد. أما الإشارة الأنالوج، أي تشوه بصير عليها هون خلاص راحت، يعطيك العافية. رابع، هلا هدول أهم الشغلات بين الأنالوج وبين الديجيتال. فأول ما بلشوا المايكرويف بلشوا أنالوج، بعدين انتقلوا لشيء بسموه الديجيتال نتيجة الأسباب اللي عم الكون إياها. فمنكمل. فإذا نحن حنحكي عن شو يعني انتشار الأمواج على السريع، لأني كذا مرة صرت شارحها هي. النقطة الثانية عن المايكرويف، النقطة الثالثة عن المكونات تبع نظام الديجيتال مايكرويف، بعدين النتورك كيف بتصير آلية التوصيل والربط والشبكات على القصص هي، الانتشار، مبادئ الأنتي فيدينج واللي هي التغلب على الخفوت والضياع، وبعدين كيف نصمم لينك مكروي. طبعا هذا الموضوع حكيناه كتير مرات. نظام الاتصالات اللاسلكي مثل ما بتعرفوا بيتألف من مرسل ومن مستقبل وما بينهما اللي هو الراديو ويفز، أو الانتشار اللي بيصير عن طريق الأمواج. طبعا كيف بتصير هي الآلية؟ المرسل اللي بيقوم بإرسال تيار كهربائي، هذا التيار الكهربائي هو حامل لإشارة الصوت تبعك، فبيروح على الهوائي، والهوائي هو عبارة عن قطعة ناقلة تقوم بتحويل التيار الكهربائي إلى أمواج كهربائية. نتيجة قاعدة اليد اليمنى اللي أخذناها بالحقول الكهرطيسية، نتيجة مرور تيار كهربائي بتشكل حقل كهربائي، ونتيجة قاعدة اليد اليمنى بتشكل حقل مغناطيسي عمودي على الحقل الكهربائي، وبالتالي أنا عندي حقل كهربائي وعندي كمان حقل مغناطيسي عمودي عليه. الكهربائي بيرمزوا له بإي والمغناطيسي بيرمزوا له بإتش، الاثنين مع بعض بيسموهم إلكترو ماجنتيك، يعني الحقل الكهرومغناطيسي. طبعا الأساس فيه هو الكهرباء، حقل الكهربائي. فالانتشار هون اللي عم بيصير هو حقول كهرومغناطيسية، الموبايلات حقول كهرومغناطيسية، المايكروويف حقول كهرومغناطيسية، الساتلايت، كل شيء بحياتنا بشكل لاسلكي هو عبارة عن انتشار لحقول كهرطيسية، الأساس فيها هو الحقل الكهربائي. وبالتالي في عندي هوائي بالإرسال، في عندي هوائي بالاستقبال. هل هذا الشيء بيتطبق على الميكرويف؟ طبعا الميكرويف في عندي مرسل وفي عندي مستقبل وخط وسط بيناتهم اللي هو الهواء. هاي شايفين هلا كل شيء بردقاني هو الحقل الكهربائي، والحقل المغناطيسي هو حقل عمودي عليه. هلا الاثنين مع بعض هن اللي بنسميهم الحقل الكهرطيسي. طبعا هاي الحقول إلى ترددات، التردد هو عدد الهزات خلال ثانية، يعني عدد هالموجات خلال ثانية. إذا عندي هاي ثانية والموجة بس تكررت خلال ثانية فبسمي تردد 1 هرتز، إذا تكررت مرتين خلال ثانية بسميه 2 هرتز، 100 مرة خلال ثانية 100 هرتز، 1000 مرة كيلو هرتز، مليون مرة ميجا هرتز. وأنا وماشي هذا الشيء مهم جدا لنعرف شو يعني التردد. التردد مثل ما ملاحظين كل ما زاد، مثل هون عندنا 2 هرتز عندنا 3 هرتز، كل ما طول الموجة اللي هو هالمسافة من هون لهون قصرت. شايفين هي المسافة كبرت، هي كبرت، سبب انه التردد منخفض. اذا في عندي علاقة عكسية بين التردد وبين طول الموجة، طول الموجة طبعا هي المسافة من بداية الموجة ونهايتها، بيرمزوا له بي لمدا. طبعا العلاقة هي لمدا يساوي سي على اف، اللي هي سرعة انتشار الضوء على التردد. هي ثابت، هذا هو 3 ب 10 قوة زائد 8 متر على الثانية، حفظوه هذا ثابت، اللي هو سرعة انتشار الضوء بالخلاء بالهواء، والاف هو التردد اللي انا عم استخدمه. في شي مشكلة بالصوت يا جماعة؟ حدا ما عم يسمعني؟ عم تسمعوني؟ كله تمام. طيب اللي ما عم يقدر يسمعني يرجع يفوت، يجرب يفوت مرة تانية. طيب اوكي كله تمام. طيب اذا نحن في عنا مثل ما اتفقنا، اذا اي نظام اتصالات لاسلكي، لاسلكيها في عندي موضوع التردد اللي هي عدد الهزات اللي عم تطلع او عدد الموجات اللي عم تطلع من الهوائي خلال ثانية.
طبعا الميكروويف من وينه؟ نحن اليوم بموضوع الترددات يمكن شوي المخطط صغير، بس كل ما عليت الترددات كل ما رحنا على ان انظمه اتصالات محدده، يعني بوينت تو بوينت، يعني اكثر ما بتكون مركزه. وكل ما نزلنا بالتردد كل ما بتلاقي انظمه الاتصالات موسعه، يعني بقدر اغطي فيها مدن او محافظات او بلدان. كل ما طلعنا بالتردد بتلاقوا انه بتصير التغطيه على مستوى بوينت تو بوينت، يعني نقطه لنقطه، مثل المايكرويف. المايكرويف هو من احد انظمه الاتصالات اللاسلكيه اللي بيسموها بوينت تو بوينت، من هالدش لهداك الدش فقط. ما فيني من دش ل 100 دش الا اذا كانوا هالدشات مجاوره لبعض البعض. هلا هي حاحكي لكم عنها بالجلسه الثانيه او الثالثه. في بعض التطبيقات الشبكيه اللي بتستخدم بوينت تو مالتي بوينت، يعني نحن اليوم لازم تحفظوا انه في عندنا بالمايكرويف شغلتين، واحده بسموها بي تو بي اختصار ل بوينت تو بوينت، وواحده بسموها بي ام بي بوينت تو مالتي بوينت. هلا اللي بصير هو هي فروم بوينت تو ا بوينت، هي بسموها بي تي بي. فروم بوينت باشعاع عريض الى عده نقاط، هي بسموها بوينت تو مالتي بوينت. فاذا سالوكم شو الفرق بين بوينت تو بوينت وبوينت تو مالتي بوينت، البوينت تو بوينت هو من نقطه لنقطه، من هالدش لهداك الدش فقط لا غير. اما البوينت تو مالتي بوينت فالدش بيكون عم بيبث بشكل عرض حزمه اشعاعيه، يعني في عندي هون زاويه مثل ما انتم شايفين، هي الزاويه بقدر تغطي 3 أو 4 دشات، وبالتالي بقدر يصير في عندي عده لينكات بين مرسل وحيد وعده مستقبلين، او بالشبكات بيسموها، هذا بيسموه اكسس بوينت، يعني اللي بيبث باثث يعني، وهدول بيسموهم ستيشن، محطات مستقبله. فهي بتلاقوها على طول، في شيء اسمه بي ام بي اللي هو بوينت تو مالتي بوينت، وفي شيء اسمه بي تي بي اللي هو بوينت تو بوينت. هلا بالخليوي، بالاتصالات الخليويه بيستخدموا شيء بيسموه بوينت تو بوينت، يعني من برج لبرج، من كذا لكذا. اما بالاتصالات الشبكيه اللي بدي اغطي فيها او بدي بث انترنت لمنطقه مثلا عن طريق مرسل وعده مستقبلين، فبيستخدموا شيء بيسموه بوينت تو مالتي بوينت. هلا حاحكي عليهم هدول لاحقا بجلسات قادمة، بالجلسة القادمة يعني الجاية أو اللي بعدها. طيب شو أنواع الانتشار؟ هلا بشكل عام الاتصالات اللاسلكية أنواع الانتشار هو على الشكل التالي، في عندي شيء بسموه line of sight. line of sight برمزوا له، بكتبوها بهذا الشكل LOS line of sight. line of sight هو من نقطة لنقطة، وهو أساس الاتصالات الميكروية، من نقطة لنقطة. النوع الثاني من الانتشار بسموه ground wave، برمزوا له بالجي دبليو. ground wave هو لما بيكون في عندي مرسل الإشعاع بيلحق انحناء الأرض، وبالتالي هي الأمواج بيسموها أمواج أرضية موازية لسطح الأرض. النوع الثالث بسموه sky wave. sky wave هي الأمواج السماوية، واللي هي الأمواج تطلع على السماء، طبعا لما عم تطلع تطلع بكل الاتجاهات، ولكن السماء بتقوم بعكس هذا الانتشار أو هي الأمواج نحو الأرض. شايفين؟ يعني هاي المنطقة تغطيت، هاي المنطقة تغطيت، هذا البرج تغطى، وبالتالي المسافات بعيدة جدا بناحية التغطية. هلا ايمتى بنستخدم لاين اوف سايت؟ لما بنكون عم نحكي على مايكروويف. ايمتى بنستخدم جراوند ويف؟ اي نظام اتصالات المرسل والمستقبل فيه قريبين، ولكن في عندي عدة عوائق، مثل الأبنية، مثل يعني اي عوائق مو بتخمد الإشارة، عوائق ممكن تعكس الإشارة، عوائق ممكن تعمل انتثار للإشارة، انعكاس للإشارة، هدول بيستخدموا أمواج أرضية. أما بستخدم أمواج سماوية، كل الأمواج التي تردداتها تقع تحت 30 ميجا هيرتز، يعني أي نظام اتصالات يشتغل على تردد تحت 30 ميجا، كل الأمواج عم تطلع على السماء بتعكسها السماء. السماء ما بتمرق أمواج فوق 30، ما بتمرق أمواج تحت 30 ميجا، فشو بتعمل؟ بتعكسها. عشان هيك بالاتصالات الفضائية، لأنه الساتلايت عندي إياه هون أنا فوق الطبقات، فبالاتصالات الفضائية بيستخدموا ترددات عالية جدا. ليش؟ حتى تقدر تنفذ من طبقات السماء وتصل للساتلايت وبالعكس. أما بالاتصالات الـ HF الـ High Frequency اللي بدي يغطي فيها مثلا من محل لمحل كتير بعيد، فبيستخدموا شيء بيسموه الأمواج السماوية. فإذا كل شيء تحت 30 ميجا هيرت سماوية، المايكروويف ترددات عالية جدا لاين اوف سايت، وفي عندي الأمواج الأرضية بين هي وهي. طيب
مايكرويف كوميونيكيشن، نجي للمفيد. المفيد هو على الشكل التالي: في عندي مرسل، في عندي مستقبل، في عندي مرسل، في عندي مستقبل. كم طريقة بقدر أحقق الاتصال بينهما؟ اليوم في عندنا أنظمة اتصال سلكية وفي عندنا أنظمة اتصال لاسلكية. سلكية إذا في عندي وصلة بين المرسل والمستقبل، لاسلكية إذا ما في عندي وصلة بين المرسل والمستقبل، وإنما بدي أعتمد على شيء بسموه الهوائيات والأمواج. طيب شو الفرق بين الاثنين؟ أو شو عندنا أمثلة؟ أول مثال عندنا بين المرسل والمستقبل هو استخدام الكابلات المحورية اللي بيسموها كوأكسيال كيبل، مثل كابلات الساتلايت، مثل كابلات الخليوي إلى آخره. هون في عندي مرسل، في عندي مستقبل، في عندي بينهما خط كابل محوري واصل هاد مع هاد، مثل الهواتف الأرضية، مثل الاتصالات الخليوية بين الهوائي وبين البرج تحت. أي أنظمة اتصالات فيها كابلات محورية. طبعا الكابل المحوري هو عبارة عن عازل، بعدين بيجي الشيلد اللي هو البرادة، بعدين عازل ثاني، بعدين بيجي بالنص الناقل. وبالتالي في عندي قطبين هن الناقل والبرادة. هلا شو بتتميز هاي القصص؟ طبعا الكابلات المحورية تتميز برخصها، يعني رخيصة، وبتتميز بوجود عدة أنواع للجودة. يعني في عندنا شيء قليل الضياء وفي عندنا شيء عالي الضياء. طبعا لما بقول قليل الضياء يعني هذا الناقل بيكون نحاس، ونحاس أصلي مو مخلوط مع شيء تاني، والبرادة بتكون برادة مثل العالم والناس، والكابلة بتكون سميكة وقاسية ما بتنتنى إلى آخره. بتنزل على السوق ممكن تلاقي كابلات رخيصة أرخص بكتير من هي الكابلات اللي عم حكي لكم عليها وشغالة، ولكن بقى حسب السيستم اللي أنت عندك يا قديه بتحمل ضياء. شو ميزة الكابلات المحورية؟ إذا رخصها من ناحية الإيجابيات، تركيبها سهل وسريع، بحط لها كونكتر مع اليمين، كونكتر مع اليسار خالصين، ولكن بتضيع. شو يعني بتضيع؟ يعني ببعت إشارة بكذا واط بلاقيهم بالطرف الثاني ناقصين. شو السبب؟ لأنه الكابل بحد ذاته بيتعلق بعاملين، العامل الأول هو التردد والعامل الثاني هو المسافة. هلا شو يعني تردد؟ كل ما جبت كابلات محورية بترددات عالية بتضيع أكثر. يعني ببعت هون مثلا 1 واط بلاقيهم صاروا بالطرف الثاني نص واط، فبدي انتبه لموضوع التردد. كل ما زادت المسافة بين المرسل والمستقبل كل ما صارت الضياعات أكثر. هلا هي وين بنلاقيها؟ بتلاقوها كثير بخطوط الـ ADSL عندكم بالبيت. إذا كنتوا كثير بعاد عن المقسم الهاتف بتلاقوا نسبة الإشارة على الضجيج عندكم منخفضة، وبالتالي الضجيج عالي والإشارة تعبانة تعيسة إلى آخره. كل ما كنتوا قراب من المقسم كل ما كان الأمور أفضل. طبعا شو السبب؟ السبب نتيجة استخدام كابلات محورية كوأكسيال كيبل، يعني نحاس، خط نحاس، هذا مع المسافة بيضيع، فبنتبع هذا الموضوع. والتردد أيضا كل ما علي كل ما الضياع أقل. كمان مظبوط صايل، بكاميرات الأنالوج بنشوفها كتير، عشان هيك بتشوف الدقة بكاميرات الأنالوج أحيانا أقل من الدقة بكاميرات الديجيتال، وخصوصي مع المسافة. يعني استخدام الكابلات المحورية مع المسافة ممكن تلاقي تشوه بالصورة. شو الفرق بين الواط والفولت والامبير؟ الواط هو نتيجة جداء الفولت والامبير، يعني بي تساوي في بي اي. كل ما عليه التيار كل ما زادت الاستطاعة، كل ما زاد الفولت كل ما زادت الاستطاعة وهكذا. الفايبر يلا جايك بالحكي عليه. هلا اول طريقة اذا هي الكوأكسيال كيبل، تمام؟ يعني بقدر اوصل فيها مرسل مع مستقبل عن طريق كابل محوري، لكن في عندي عاملين بدي اخذهم بعين الاعتبار. العامل الاول هو التردد، كل ما علي كل ما الضياع بيزيد، علاقه طرديه. والمسافه كل ما زاد كل ما زاد الضياع، كمان علاقه طرديه. هلا النوع الثاني من الاتصالات او الوصل هو الفايبر، اللي هو الكابلات الضوئيه. هلا الفايبر طبعا النظام اتصال سلكي عالي الاداء قليل الضياع بشكل هائل، بيتالف من ألياف ضوئية. طبعا الآلية بتصير عن طريق نقل الداتا عن طريق الضوء، والضوء بيتميز بسرعة نقل عالية جدا وبعرض مجال هائل، وبالتالي بقدر أبعت أكبر كمية داتا ممكنة. إذا بدي أحكي عن الإيجابيات فهي داتا، بقدر أبعت داتا هائلة مو مثل الكابلات المحورية. والشكل الثاني اللي هو ما بتهمني كتير موضوع المسافة، طبعا الدرجات محددة لأنه في عندي كابلات فايبر ما بعرف اذا بتعرفوا. الفايبر نوعين، في شيء بسموه مالتي مود وفي شيء بسموه سنجل مود، يعني في شيء وحيد النمط وفي شيء متعدد الانماط. طبعا الفرق بيناتهم باختصار، وحيد النمط بتروح الاشاره الضوئيه دايركت من المرسل للمستقبل،
وبالتالي بقدر اوصل لمسافه بعيده. اما بالنسبه للمالتي مود فبتتعرض لانكسارات مع عده اشارات ثانيه، وبالتالي بقدر احقق داتا كبيره. بس بشكل عام الفايبر بيتميز ب بي. سرعه نقل البيانات عاليه جدا، عرض مجال كبير، استقرار هائل، وبتميز ايضا بموضوع الضياع المنخفض جدا جدا جدا. هلا هي من ناحيه الايجابيات، بس شو السلبيه؟ السلبيات هي الكلفه العاليه وصعوبه التلحيم والتركيب. يعني هلا اليوم كابل الكوكسيا انقطع، كثير بسيطه، بتيجي تركب كونكتر، كونكتر ثاني، تكتك خالص. فايبر انقطع مصيبه، بدك جهاز سلايسينج يقعد يلحم لك الطرف الاول مع الطرف الثاني كذا الى اخره. فالفايبر كتير رائع من ناحيه الاداء ولكنه مكلف. هلا حافرجيكم بالسلايد اللي بعده مقارنه بين الفايبر والمايكرويف. اذا هي الفايبر. هلا عندنا موضوع المايكرويف. المايكرويف هو نظام اتصالات لاسلكيه، وبالتالي في عندي دش مرسل ودش مستقبل. ولكن شو القانون بيقول لك ان المرسل لازم يكون شايف المستقبل، يعني هذا موجه على هذا، وبالتالي الدشين لازم يكونوا شايفين بعضهم البعض. طبعا المايكرويف بيستخدم ترددات عاليه جدا من رتبه الجيجا هيرتز. طبعا الجيجا هو 1000 مليون، والميجا هو مليون، والكيلو هو 1000. لازم نحفظهم: كيلو، ميجا، جيجا، تيرا. بنزول طبعا في عندكم بقى الميلي والمايكرو. وين راحت ميلي؟ الميلي والمايكرو والبيكو والنانو الى اخره. فالمايكرويف اذا هو عباره عن نظام اتصالات لاسلكي من نقطه الى نقطه، بيتميز انه ترددات عاليه، بيستخدم ترددات عاليه جدا وهوائيات موجهه، والمسافات بين المرسل والمستقبل قد تصل الى عشرات الكيلومترات. ولكن في عده عوامل هلا حنحكي عليها بعد شوي. نظام الاتصالات الرابع هو الاتصالات الفضائيه، يعني بده يبعث اشاره للقمر الصناعي، والقمر الصناعي بيكرر لي هالاشاره لمحطه ارضيه ثانيه، وبالتالي بقدر اتغلب على المسافه. يعني من سوريا لليابان بقدر ابعث من سوريا للقمر الصناعي، القمر الصناعي لليابان. ما بضطر مد كابل محوري، انه هذا الشيء مستحيل، وما بضطر مد فايبر لانه هذا الشيء مستحيل، كلفه هائله، وما بضطر، ما بفيني اعمل مايكرويف لانه المايكرويف مثل ما قلنا بيعتمد على شيء بسموه line of sight، خط النظر. يعني سوريا بدها تكون شايفه اليابان، وهذا الشيء مستحيل. رح كرر، يعني متى بنستخدم الاتصالات الفضائيه؟ لما بيكون موضوع الكابلات المحوريه غير قابل للاستخدام نتيجه بعد المسافه. يعني اذا هون دمشق وهون طوكيو، وبدي اعمل اتصال بين محطتين او بين بنايتين، واحده بدمشق وواحده بطوكيو، وبالتالي انا كابل محوري ما فيني مد، في عندي مليون بلد من هون لهونيك، كابل فايبر ما فيني مد، كلفه حتكون بالمليارات، يعني شو عشرات مئات الالاف المليارات. مايكروويف ما فيني مد لانه بده يكون في عندي خط نظر بين المرسل والمستقبل، وبالتالي بتجهوا الموضوع بسموه الاتصالات الفضائيه مثل الفيسات وغيرها. محطه ارضيه شايفه القمر، اهلا وسهلا، القمر شايف هاي المحطه الثانيه، اهلا وسهلا، وبالتالي بيقدر يعمل لك لينك بيناتهم، بيقدر يوصل لك هاي مع هاي. فاربع انواع رئيسيه للتواصل: اما سلكي كابلات محوريه فايبر، او لاسلكي مايكروويف و ساتلايت. طيب شو هو المايكرويف؟ المايكرويف بالتحديد، حتى نكون دقيقين، طبعا منين اجت كلمه مايكرويف؟ اجت من امواج ميكرويه. هلا لو احنا نقول دوما بنقول لونج ويف، شورت ويف، ميديوم ويف. ما بعرف اذا حدا هيك انتبه على الراديوهات القديمه، بتلاقوا هيك كاتبين لكم ميديوم ويف او لونج ويف او شورت ويف، اس دبليو، ام دبليو، ال دبليو. دول الراديوهات القديمه تبع السيارات وتبع الراديوهات تبع جدي وجدك، هدول الايام زمان. طبعا الميديوم ويف واللونج ويف والشورت ويف هدول بيرمزوا لطول الموجه، قديش طويله او قديش قصيره او طبعا من هلا وطالع مثل ما اتفقنا العلاقه بين التردد وطول الموجه هي علاقه عكسيه. لما بقول ميديوم ويف معناته تردد منخفض، لما بقول لونج ويف تردد منخفض جدا، لما بقول شورت ويف صرت عم نحكي على تردد عالي شوي. فهي الامور لازم نعرفها بعين الاعتبار. فالمايكرويف، مايكرو ويف، صرنا عم نحكي على اطوال امواج شبهها جدا قصيره، وبالتالي ترددات شبهها جدا عاليه. اذا very short wave
وبالتالي الترددات المستخدمة بالمايكروويف جدا عالية، مثل ما اتفقنا عم نحكي من رتبة الجيجا هيرتز اللي هي 1000 مليون هيرتز. طبعا المايكروويف يعتمد على اللاين اوف سايت، مدى خط النظر. ليش؟ انتم لازم تجاوبوني ليش؟ لانه مثل ما اتفقنا ترددات جدا عالية، وبالتالي الضياعات رح تكون جدا كبيرة. فانا اذا ما اعتمدت على خط النظر، اي يعني مثلا اعطيكم مثال. شوفوا هالمثال، هي دش هون وهي دش تاني رايح لهون، يعني هي باتجاه وهذا باتجاه تاني. يا ترى شو بصير؟ هل بصير في عندي تواصل؟ ابدا. السبب انه الاشاره بالترددات العاليه جدا تتعرض لضياعات، وبالتالي هي الضياعات اذا هي الدش ضرب له بشي بنايه، خالصين، يعطيك العافيه، ما عاد استفدنا شيء. مشان هيك شو بيعملوا؟ بيجيبوا الدش وبيوجهوه على دش تاني، بحيث بيناتهم ما يكون في شيء، لا بنايات لا جبال لا 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 الى اخره. وبالتالي بقدر احقق انا اتصال، وبقدر استفيد من موضوع الترددات العاليه. في عندي 3 اسئله. 1، ليش ترددات عاليه؟ 2، ليش لحتى لاين اوف سايت؟ 3، شو الى علاقه الدش بالمايكروويف؟ هجاوبكم على 3 اسئله. اول شيء، ليش ترددات عاليه؟ ليش ما استخدم ترددات منخفضه؟ السبب انه لما بستخدم انا ترددات من رتبه الكيلو هيرتز، كيلو يعني 1000 هيرتز، عرض مجالها رح يكون شبه كثير صغير. يعني اذا قلت لكم انا اليوم عندي اشاره عرض مجالها 3 كيلو هيرتز، رح تقولوا لي اهي 3 كيلو هيرتز مثلا، من 100 كيلو ل 103 كيلو هيرتز، هي هي هذا 3 كيلو هيرتز. بقدر ابعت فيهم مثلا يعني بقدر ابعت فيهم مكالمه. اما لما بقول لكم عرض مجاله 3 ميجا هيرتز، فصرت عم احكي على 3 ملايين هيرتز، يعني عرض المجال شبه صار اكبر. يعني صرت عم احكي من 100 ميجا ل 103 ميجا هيرتز، وبالتالي صرت بقدر ابعت داتا اكثر. طيب المايكرويف شو بدي ابعت فيه؟ بدي ابعت فويس وداتا، وبالتالي عرض المجال شو بده يكون كثير كبير. عشان هيك بستخدم ترددات عاليه من رتبه الجيجا هيرتز. اذا لحتى احقق باندويت عاليه كبيره، يعني مثلا لما عم اقول لكم الفرق بين من 1 ل 2 جيجا، مو مثل الفرق من 1 ل 2 ميجا، مو مثل الفرق من 1 ل 2 كيلو. هون عم نحكي على كيلو، هون عم نحكي على ميجا، هون عم نحكي على جيجا. وبالتالي هون 1000 ضعف هون، هون 1000 ضعف هون. مشان هيك شو بيستخدموا؟ ترددات من رتبه الجيجا هيرتز لحتى احقق عرض مجال كبير، وبالتالي داتا اكبر ما يمكن. بقدر ابعت داتا اكثر ما يمكن، مكالمات مستخدمين، انترنت، مكالمات مرئيه، فيديو، صوت، صوره الى اخره. اذا هذا اول سبب لحتى نستخدم ترددات من رتبه الجيجا هيرتز. هلا جيجا هيرتز يعني امواج عاليه التردد، يعني طول موجه قصير جدا. لانه طول موجه قصير فبيتعرض لتخامد شديد، عشان هيك لازم الدشين يكونوا شايفين بعضهم البعض، يكون في عندي line of sight. وإلا إذا عندي بناية، كل الأمواج اللي هتيجي على هاي البناية رح تتعرض لتخامد شديد، وما رح يحصل شيء على الطرف الثاني. معناتها تردد عالي جدا، طول موجة قصير جدا، حيكون الضياع كبير كتير. عشان هيك بيستخدموا شيء بيسموه line of sight. هدول 4 عوامل للحفظ بالمايكرويف: تردد عالي جدا من رتبة الجيجا هيرتز، طول امواج قصير جدا من رتبه الميلي والمايكرو، لاين اوف سايت اللوس الضياعات عاليه كثير. مشان هيك لازم يكون في عندي لاين اوف سايت بين المرسل والمستقبل، بين الدش الاول والدش الثاني. فمثل ما ان المايكرويف بيستخدم بوينت تو بوينت، من نقطه لنقطه، يعني شايفين هذا المنظر، كل شيء دشات. هلا اذا بتحط راسك هون بتطلع وبتلاقي الدش الثاني اللي هذا نيشن عليه، يعني شايفه. تحط راسك هون بتلاقي الدش الثاني، تحط راسك هون بتلاقي الدش الثاني. الفرق بين الدشات الصغيره والدشات الكبيره مهم جدا نعرف. الدشات الكبيره والدشات الصغيره، شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم له علاقه بالتردد المستخدم. ليش؟ لانه مثل ما قلنا، كل ما عالي التردد كل ما الضياعات شبهها زادت، كل ما الضياعات زادت، وبالتالي انا المسافه بين المرسل والمستقبل حتكون قصيره صغيره. مشان هيك بستخدم دشات صغيره لحتى احقق اتصال ميكروي بين مكانين او بين سايتين اقرب من بعضهم البعض. اما لما بتكون الدشات كبيره، وبالتالي الترددات المستخدمه
منخفضة والضياعات بتكون أقل وبتروح مع الإشارة لمسافة أبعد. بس ليش بحطوا دش كبير؟ الدش كبير الهدف الرئيسي منه هو مو لأنه المسافة بعيدة فبالتالي الأمواج بتتعرض لضياعات وبتفرش شوي، فإذا فرشت يعني صارت هيك توسعت، أنا صار بدي دش كبير بطرف الاستقبال أقدر أحوي هالأمواج كلياتها ووجهها نحو المركز اللي هو الهوائي، وبالتالي بقدر استفيد من هذا الموضوع وأقدر أسحب كل شيء إشارات مرسلة من المرسل. إذا لحعيد، ليش بنستخدم دشات صغيرة؟ ليش بنستخدم دشات كبيرة؟ من هلا وطالع كل شيء تشوفوه دشات كبيرة ولاحظوا وين أماكنها، فوق على رأس البرج. ليش؟ لأنه بتكون عم ترسل إشارة لمسافة بعيدة، فمشان أتغلب على كل شيء أبنية هون وكل شيء جبال صغيرة مثلا أو تلال أو هضاب، بحطوا هالدشات الكبيرة فوق. تتميز إنها بتستخدم تردد منخفض وبالتالي ضياع أخفض وبالتالي مسافة أكبر. ليش؟ لأنه الضياع قليل، فبتروح معي هيك لهون لعند الطرف الثاني لحتى أقدر أستقبلها بشكل كتير منيح. بدي أكبر الدش كمان هون لحتى أقدر أستقدم كل هالأمواج الضعيفة وأعكسها على المركز. تمام؟ هلأ هي نقطة. النقطة الثانية، إذا كان عندي دش صغير، الدش صغير تمام بده يكون في عندي لاين أوف سايت، بس المسافة حتكون صغيرة ندش، إن الترددات المستخدمة ترددات عالية جدا، وبالتالي أنا بحط دشات صغيرة شايفين وين محلاتها؟ بتلاقوها تحت قريبة. ليش؟ لأنه المسافة قريبة بين الدش الأول والدش الثاني. هي أول سبب. شو بتتميز هي الدشات؟ سواء صغيرة وسواء كبيرة تتميز بشيء بيسموه الربح. هلا شو هو الربح؟ الربح هو آلية توجيه الإشعاع الراديوي ل نحن اليوم الهوائي، الهوائيات نوعين، الهوائيات هيك بالحياة يعني نوعين، نوع بيبث 360 درجة مثل الدايبول، مثل المونوبول، مثل أنتين السيارة. أنتين السيارة مثلا هو مستقبل، بس مثلا كهوائي عم نحكي أنتينات اللاسلكية كذا إلى آخره. ونوع ببث بزاوية محددة، يعني مثلا ممكن تكون 10 درجات. هذا النوع اللي بيغطي 360 درجة، يعني بيغطي ما حواليه، بسموه أومني دايركشنال، بيوزع بكل الاتجاهات. أما اللي بيوزع باتجاه محدد بزاوية محددة بسموه دايركشنال، يعني هوائي موجه. طيب بالمايكرويف شو بنستخدم؟ هلا اكيد ما راح نستخدم 360 درجه. السبب انه الهوائي اللي عم بيوزع 360، يعني عم يبث بشكل 360 درجه، عم تكون منطقه التغطيه تبعه قليله. ليش؟ لانه الاشعاع موزع بكل الاتجاهات. هذا الشيء بنسميه ربح، وبيكون الربح منخفض بالهوائيات اللي بتبث 360 درجه. اما لما هوائي بيبث بزاويه محدده، فانا هال 360 رح تضغطهم بهالاتجاهات، فشو اللي بصير؟ بتصير منطقة التغطية تبعه أكبر، وبالتالي الربح تبعه بصير أكبر. يعني إذا سألوكم سؤال، شو الفرق بين الهوائي اللي ببث 360 درجة اللي اسمه أومني دايركشنال، والهوائي اللي دايركشنال اللي ببث بزاوية محددة؟ الجواب بسيط جدا. طبعا عدا عن الشكل، إنه ممكن يكون الهوائيات الموجهة مثل المايكروويف ومثل الهوائي الياجي، هذا اللي بتشوفوه على السطوح، هذا هوائي موجه ببث بهالاتجاهات فقط لا غير. المايكروويف هوائي موجه ببث بهالاتجاه فقط لا غير. اما الهوائيات المطاوله او الثنائيه القطب مثل الدايبول، هدول الهوائيات بتبث 360 درجه. اذا شو الفرق؟ كل شيء اومني، يعني كل شيء ببث 360 درجه، ربحه منخفض، الا اذا استخدمت مصفوفه، يعني حطيت دايبول هون ودايبول هون ودايبول هون ودايبول هون ووصلتهم مع بعضهم البعض. هاي بيسموها مصفوفة الري، وهون بقى بقدر حقق ربح شوي عالي. غير هيك إذا كنت عم أحكي على هوائي وحيد، ربحه بيكون منخفض جدا. أما الهوائيات الموجهة مثل المايكروويف، مثل الياجي، هدول الهوائيات أنا شو عملت بهال 360؟ ضغطتهم باتجاه محدد، التغطية زادت والربح شبه زاد. مشان هيك بالنسبة للهوائيات، بنرجع لموضوعنا اللي هي الدشات الكبيرة والدشات الصغيرة. الدشات الكبيرة مثل ما بتعرفوا بدي أوجه الإشعاع باتجاه مسافة بعيدة، مشان هيك الربح شو لازم يكون؟ عالي. أما الدشات الصغيرة ففيني أتحمل ربح منخفض لأنه المسافة بين الطرفين شبه قريبة. هاي بالنسبة لموضوع الربح. في ستاندرات للدشات، طبعا في ستاندرات للدشات، في قياسات للدشات، يعني ممكن تلاقي
30 سم، ممكن تلاقي متر فاصلة 2 متر فاصلة 8 أكثر أو أقل. طبعا هذا هو القطر اللي نحن عم نحكي، إنه مثلا 60 80 1 1.2 1.6 1.8 متر. مثل ما اتفقنا الدشات الكبيرة عم تكون لمسافات بعيدة، ربح عالي كتير، تردد منخفض، ضياع قليل. أما بالنسبة للدشات الصغيرة فعم تكون لمسافة صغيرة، ربح عادي أو متوسط، وتردد المستخدم عالي كتير. طيب هي بالنسبة لموضوع الميكروويف. إذا بوينت تو بوينت، من نقطة لنقطة، في دشات كبيرة مثل ما إحنا شايفين، في دشات. شايفين هذا الهوائي؟ هذا الهوائي، ما إذا شايفينه، هذا الهوائي هو أومني. أومني يعني ببث 360 درجة، وهذا بيستخدم لنظام اتصالات لاسلكي. طبعا ربحه منخفض مقارنة بالمايكرويف، لأنه بيوزع بكل الاتجاهات، أما المايكرويف بيبث بزاوية محددة. يعني إذا بدي أمثل المنظر هيك، هذا الدش هيك، أما هذا الدش فهو 360 درجة. هاد في دش تاني هون شايفه، عملوا اتصال. هاد ممكن زلمة هون، سيارة هون، طيارة، اللي هو بس. لكن منطقة التغطية تبع هاد قليلة، هذا ممكن تكون وصل معي ل 100 كيلومتر المسافة اللي بيقدر اللينك المايكرويف يقدر يوصل له. إذا بوينت تو بوينت مثل ما اتفقنا، وبيعتمد على شيء بيسموه لاين اوف سايت أو مدى خط النظر، وبيستخدم ترددات عالية جدا من رتبة الجيجا هيرتز، والأمواج بتكون قصيرة جدا. المسافة التي بيوصلها البث مرتبطة بالاستطاعة، طبعا في ارتباط بالاستطاعة، ولكن الاستطاعة دوما في عندنا محدوديات فيها. يعني أنا اليوم ما بقدر هيك أقول يلا هات لنبث مثلا باستطاعة 200 واط، بتكون أنت يمكن حرقت الجهاز أو حرقت الهوائي، لأنه الهوائي شوفوا طلعوا شغلة كتير مهمة. أنا ما بقدر هيك أجيب هوائي ووصله بمرسل تي اكس وقول يلا هات لنبث استطاعة مثلا 500 واط. يمكن المرسل يقدر يبث لها 500 واط، يمكن الكبلة تقدر تمرق لها 500 واط، بس هذا الدش مو شرط يقدر يتحمل 500 واط، يعني قد يحترق أو يصير فيه مشاكل. عشان هيك دوما بالهوائيات في أحد المواصفات الرئيسية إلى هي قديش تتحمل باور، input power، قديش تتحمل من المرسل. في منهم بيتحملوا 100 واط، منهم بيتحملوا 200 واط، منهم بيتحملوا أكثر أقل كذا، يعني حسب قديش بيقدروا يتحملوا الهوائيات. فهل المسافة تلعب دور بالاستطاعة؟ طبعا، ولكن في عندنا محدوديات بالاستطاعة، من ضمنها إنه أنا المرسل ما بقدر على طول هيك أبعت استطاعة على كيفي، والهوائي يمكن ما يتحمل هي الاستطاعة اللي بدي أبعتها، عدا إنه في عندي محددات إلى علاقة ب اللايسنس، يعني الترخيص اللي انت اخده قديش بحق لك ترسل الاستطاعه، بحيث انه ما تاثر على غيرك. الاستطاعه شغله كتير حلوه وشغله كتير خطره. ليش؟ لان اذا انت اليوم كنت قاعد بقاعه فيها عالم، اذا واحد وقف وحكى بصوت كتير عالي شو راح يصير؟ راح ياثر على كل العالم اللي عم يحكوا مع بعضهم بعض بالهمس، يعني بصوت منخفض. ونفس الشيء بتصير عندك بانظمه الاتصالات. مشان هيك افضل طريقه دوما هي التقيد بالاستطاعه اللي بترخص لك اياها الهيئة المختصة بأنظمة الاتصالات بالبلد. يعني شغلة حلوة كتير، يعني لو الشغلة مفتوحة كانت كل الناس أرسلت باستطاعات عالية وشي بهوي، يعني ما عاد فرقت مع حدا، وهذا بده يوصل لهداك الطرف من بس استطاعة عالية يلا. ايه شو اللي بصير؟ اللي بصير انك بتعمل انترفيرنس على غيرك، وبتعمل اضرار ممكن تكون على الحيوانات وعلى الناس وعلى 100 قصة بصيرة. عشان هيك دوما في عندنا ليمت للاستطاعة، ما عندنا، مو على كيفنا، يعني نقدر نحن نعمل استطاعة نرفعها أو نخفضها أو كذا إلى آخره. هل الاستطاعة لها علاقة بنقل البيانات والترافيك؟ سؤال كتير حلو. الاستطاعة ما لها علاقة بنقل البيانات والترافيك. اللي له علاقة بنقل البيانات والترافيك هو الباندويتس، اللي هي نحن بنسميها عرض المجال. عرض المجال هو إنه أنا اليوم النظام الاتصالات تبعي، أعطيكم مثال، يستخدم مثلا، بقدر أنا ملخص لي استخدم التردد من 5220 ميجا إلى 5240 ميجا هرتز. شو معناتها؟ معناتها أنا عم أشتغل على تردد 5 جيجا هرتز، لأنه عم نحكي على 5000 ميجا، يعني عم نحكي على تردد 5 ميجا بعرض مجال 40 ناقص 20 يساوي 20 ميجا هرتز. بقدر أبعت داتا بهال 20 ميجا. هلا إذا بدي أبعت داتا أكثر، هال 5240 لازم تصير 5280، فبصير عندي 60 ميجا هرتز بقدر ابعت داتا اكثر. اذا الداتا تتعلق بعرض المجال. طبعا في تقنيات ثانيه من ضمنها تقنيات التعديل ورتبه التعديل وهالقصص، هي تلعب دور، بس بشكل رئيسي الباندويث هي الاساس، التردد اللي انت عم ترسل عليه قديش متاح لك.
اليوم كل ما كبر عرض المجال كل ما بتقدر تبعت داتا اكثر، بس السلبيه انه كل ما كبر عرض المجال كل ما بدك تدفع مصاري اكثر، بدك تحجز هذا الترددات لإلك. فانا عندك دوما ايجابا وسلبا. طيب اتمنى يكون واضح لهون. شو الترددات اللي المايكرويف؟ المايكرويف مثل ما قلنا بالجيجا هيرتز، لانه بالجيجا هيرتز فراحوا قسموهم لباندات. شو يعني باندات؟ يعني عرض مجال مخصص. يعني قالوا نحن انه المايكرويف من 3 جيجا ل 30 جيجا تقريبا، بعدين قالوا لا فوتوا باندات جديده وصلت اليوم ل 90 جيجا هيرتز. فقالوا مثلا من الواحد لاثنين او 3 جيجا سموه الباند اس، بين 2 وال 4 جيجا. السي باند بين ال 4 وال 8 جيجا. الاكس بين 8 و12. الكي يو باند بتسمعوا عنه كثير هذا بس طلعت عنا، بين 12 و18. الكي بين 18 الكي اي بين 26 و40 جيجا هرتز. طبعا هاي الامور كلياتها عبارة عن تقسيمات، يعني بتلاقوا مثلا بيشتري مثل واحد بيشتري دش بيقول لك والله هذا الدش بيشتغل على السي باند. شو يعني على السي باند؟ يعني بيشتغل بين 4 و8 جيجا هرتز. والله هذا الدش بيشتغل كي يو باند مثل الساتلايتات اللي عندنا، والله معناتها بين 12 و18 كي اي كذا كذا الى اخره. طيب شو الفرق؟ طلعوا على الفرق اربع فروق رئيسيه، هدول اسئله مقابلات دائمه. شو الفرق بين مايكرويف تردداته منخفضه مايكرويف تردداته عاليه؟ شو الفرق بين دش صغير كبير عفوا ودش صغير؟ شو الفرق بين باندويتس صغيره باندويتس كبيره؟ شو الفرق بين تاثر بالمطر؟ طلعوا نرجع للموضوع المهم جدا، 1 و2 جيجا مو مثل 10 و20 جيجا، 1 و2 كيلو مو مثل 1 و2 ميجا، 1 و2 ميجا مو مثل 1 و2 جيجا. شو معناتها؟ كل ما نزلنا بالتردد عرض المجال المتاح شبه صغير، ما بقدر استخدم غير هدول. هلا هون في عندي الخليوي 3G وال4G، في عنا السي باند تبع الفيسات، هون عرض المجال المتاح كتير صغير، في عنا الواي فاي بال2.4 كذا إلى آخره. أما هون عرض المجال المتاح كبير، يعني بقدر استخدم أو أبعد داتا أكبر. مشان هيك الباندويث المتاحة بالترددات الصغيرة بالمايكرويف هي باندويث صغيرة، لأنه في عندي كتير تطبيقات مستخدمة هون مثل الواي فاي والواي ماكس والبلوتوث والزيجبي وال2G وال3G وال4G إلى آخره، فما بقدر كتير يعني أتفلحص. أما هون فما عندي حدا غيري أنا كمايكرويف، وبالتالي عرض المجال شبه أكبر. نرجع للنقطة اللي حكيناها قبل شوي، عرض مجال صغير معناتها في عندي داتا قليلة، عرض مجال كبير في عندي داتا كبيرة. هون عندي كل هدول متاحين لإلي ببعد داتا، عندي بس هدول متاحين لإلي ببعد داتا على إدي. معناتها إذا بدي أعمل مايكرويف سيستم بداتا عالية بدي كبر الباندويث، يعني بدي أطلع ترددات شبه عالية. إذا بدي أبعد بترددات منخفضة بعد عم أحكي على باندويث شبه صغيرة. بالمقابل المسافة اللي بتوصل هون يعني بين اللينكين مسافة كبيرة، السبب أن الترددات هون منخفضة والضياعات أقل، أما المسافة هون شبه مسافة صغيرة بين الدشين مثل ما حكينا قبل شوي، السبب ترددات عالية جدا وبالتالي ضياعات عالية كتير. هذا الشيء بكافئ الحكي على الدش مثل ما قلنا بالترددات المنخفضة، لأن المسافات كتير بعيدة بين المرسل وبين المستقبل، فبيستخدموا دشات كبيرة لحتى أقدر استقبل هاي الإشارة ولحتى أقدر أحويها واستقبلها بشكل جيد. أما بالترددات العالية المسافة كتير قريبة وبالتالي بيستخدموا دشات صغيرة. نرجع هون الربح عالي هون الربح عادي، لكن أنا شايف أنه على طول أحسن شيء أنه نستخدم دشات صغيرة مثل ما يكون شايفين، يعني دش صغير تردد عالي حلو كتير، عرض مجال عالي يا سلام، داتا كتيرة يا سلام. لكن شو السيئة؟ السيئة هو بالمطر، لما بينزل مطر الترددات العالية بتتأثر بشكل الهائل بموضوع المطر، خصوصي إذا كان شلال، يعني شلال مطري، يعني نقطة وراء أختها. هون كتير بيخوف هذا الموضوع، كتير بيخوف. السبب
انه ليش يعني بصير عندي مشاكل بالترددات العاليه بالمايكرويف؟ لانه نقطه المطر قد طول الموجه تبع التردد اللي انت عم تبعت عليه، تبع الموجه اللي عم تبعت عليها. فاللي بصير انه بس كبسه مطره بتضرب على الامواج وبيفنوا بعضهم البعض. اما هون طول الموجه كبير لانه التردد منخفض، ونزلت نقطه المطره عادي ما بتاثر على هالاطوال الامواج الكبيره. مشان هيك بالبلدان التي تقع على خط الاستواء، يعني على طول بينزل فيها مطر، بتلاقوا كثير بيستخدموا دشات كبيره وبيستخدموا السي باند، وخصوصي بالاتصالات المكرويه والفضائيه. السبب مو نزلت مطره خربت اللينك كلياته اذا كنتوا عم تحكوا على ترددات عاليه. اما اقل تشوشا وتعرضا للمشاكل لما عم نحكي على ترددات منخفضه. بالنسبه للمناطق اللي ما فيها كثير مطر بيستخدموا الترددات العاليه، بيكسبوا داتا أكثر، بيكسبوا عرض مجال أكبر إلى آخره. سؤال: هل الفيسات للكي يو والكي اي المايكرويف بيستخدم هاي الترددات؟ مشان هيك سؤال حلو أحمد، مشان هيك السي باند والكي اي باند هدول الباندين مستخدمين بالاتصالات الفضائية بالفيسات. مثل ما بتعرفوا السي باند مستخدم والكي يو باند مستخدم للساتلايت ريسيفر عندنا بالبيوت، والكي اي باند مستخدم للفيسات. شو هو الفيسات؟ هو دش يربط بين منطقتين عن طريق الاقمار الصناعيه، يعني عم اعمل لينك تو لينك. شو هو الساتلايت اللي عندنا؟ عندنا ساتلايت عم يبث لمنطقه قنوات تلفزيونيه. سؤال كثير حلو بيان، كثير حلو، هلا حجاوبك عليه. اذا الفيسات هو عم يستخدم كي يو وكي اي. من بعض المشاكل اللي بنشوفها بالمايكرويف هي تخابطها مع الساتلايتات اللي بتستخدم السي باند او الكي اي باند. يعني حاعطيكم مثال، يعني عندكم بنايه، هي بنايه حطينا لينك مايكرويف هون، وهي بنايه ثانيه حطينا لينك مايكرويف هون. هلا اذا عم نستخدم السي باند فنحن عم نحكي على ترددات تقع بين 4 ل 8 جيجا. هلا وين المشكله؟ في لينك وامور بخير وكذا، مشكلة لما بكون في عندي صحن ساتلايت هون عم يبث كمان على السي باند، فشو بصير في عندي مشاكل، خصوصي اذا هذا تقاطع مع هذا نفس الاتجاه. ففي عندي دوما تاثر بين الفيسات وبين بين هدول، في عندي مشاكل. مشان هيك بالمايكرويف حديثا ما عاد راحوا على الاس باند ولا على السي باند ولا على الكي يو ولا على الكي اي، خصوصي للمسافات القريبه راحوا على شيء بيسموه اي باند بالرتبه 80 جيجا هرتز. هلا حفرجيكم ليش، او ان ليش حتى بعيد عن الساتلايتات اللي عم تشتغل على هالترددات هي، لا 5 ولا 15 ولا 30. وين راحوا الجماعه؟ ل 80 جيجا هرتز. شو كسبوا؟ كسبوا دش صغير، كسبوا داتا هائله عم تنبعث لسبب انه عرض مجال عم يكون كبير. هذا مكسب بالتاكيد. المطر بيأثر اتصالات الموبايل بما انه بتستخدم هوائيات. نرجع نقول نفس ليش بيأثر المطر على المايكرويف، لانه رتبه قطره المطر من رتبه هالترددات هي 30 جيجا. وين الموبايل؟ الموبايل هون 900 ميجا. طول موجه الموبايل هيك، طول موجه المايكرويف هيك. بيأثر طبعا، ما بيأثر، عشان هيك بس تنزل مطره ما بيأثر بشكل هائل على اتصالات الموبايل. السبب أطوال موجة كبيرة، مو مثل المايكروويف على تردد 30 جيجا أطوال موجة صغيرة. يعني مشان هيك نحن بنقول إنه إذا كان في عندي منطقة فيها مطر بنزل على الترددات المنخفضة، المطر دائم، يعني ليلا نهارا صيفا شتاء. في بعض البلدان مثل كينيا مثل كذا على طول هدول فيهم مطر على خط الاستواء. أما إذا ما عندي هالمشكلة بطلع بالترددات، ما عندي مشكلة. طيب من زمان كان دش كثير كبير، هلا صغران، شو السبب؟ مزبوط، من زمان يا بيان كانت الساتلايتات، كانت الريسيفر كان يكتبوا عليه سي باند ريسيفر، وكانت القنوات تبث على السي باند. شو معنى السي باند؟ يلا سي باند يعني صرت عم يحكي على دشات أصغر، وبالتالي أنا ما في داعي إني أضل على الدش الكبير. اليوم إذا بتشوفوا تنزلوا على مناطق اللي بيبيعوا فيها دشات مثل السويق أو غيرها،
بتلاقي دش 60 70 سم للنايل ساد، طبعا لانه عم نحكي على شيء بسموه كيو باند، ما في داعي. اما لو كنا لساتنا بالسي باند بتلاقي الدش متر و 80 سم اذا مو اكثر. طبعا ال5 جي عندنا مشكله فيها، هلا هي ضمن النقاش اليوم، انه هن اليوم طلعوا لرتب 30 جيجا وال 26 جيجا هرتز واكثر او اكثر بشوي. مشان هيك الهدف هو تكتير عدد البيس ستيشنز بحيث انه يقدروا يتغلبوا فيها على الضياعات اقل 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 ما يمكن. هاي نقطة ثانية يعني بهذا الموضوع. طيب بنكمل. هي قصة هي الكيو باند، نحن الكيو باند اللي هو فيه سؤال انه اكبر مشكلة كانت الكيو باند بالسحب التراكمية، كانت الاشارة تختفي وقت تبلش تمطر. طبعا نحن عم نحكي الكيو باند هون، لو كنت عم تستخدم كي اي باند وكبسة مطرة خالص الامور، لو كنت عم تستخدم سي باند وكبسة مطرة جيد الامور، ولكن عرض مجال صغير هون زائد الدش كتير كبير. يعني بالاتصالات بشكل عام، بالاتصالات في عندنا لكل شغله بالحياه ايجابيات وسلبيات. يعني والله استخدمنا سي باند كتير حلو، اول شيء تردد منخفض وعرض مجال صغير وكلفه قليله، كلفه قليله. ليش؟ لانه عرض المجال صغير، يعني ما عندي مصاري كتير ادفع على عرض المجال، زائد موضوع الدش كبير تغلب على مشاكل المطر. هلا ما عجبني بدي داتا فيديو فويس اكتر، بروح على الكيو باند. اوكي في عندي مشاكل سحب، في عندي مشاكل مطر، اذا كانت شلاليه، شلاليه يعني مثل كانك ماسك حنفيه مي، ما بعرف اذا حدا انتبه عليها، صارت عندنا من فتره السنه الماضيه يمكن مدري اللي قبلها، كبسه مطر مثل كانك فاتح حنفيه مي، يعني النقط ورا بعضها، وهذا اثر على الساتلايت. علما انه نحن عم نستخدم كيو باند مو كي اي. لو كي اي وكبسه مطر الوضع انسى، بس كيو باند وكبسه مطر عادي، بس مطر شلال هون عندك مشكله. لو كنا سي باند ما كان عندك مشكلة، لأن التدخلات بتكون أقل مع خطرة المطر. فكل شغلة مثل ما لكم شايفين إلى إيجابيات وإلى سلبيات، بس نحن لازم علينا نقول إنه المايكروويف في عنا رينج بيتراوح من 3 جيجا ل 30. هذا أيام زمان، اليوم صرنا عم نحكي من 3 جيجا ل 80 حتى الباند إي. في كتير دشات من هواوي اليوم تشتغل على الاي باند، الاي باند هي على حوالي 80 جيجا هرتز 90 جيجا هرتز كذا الى اخره. فصرنا عم نحكي من 3 ل 80 جيجا. طيب شو هي اكبر مسافه بنوصل لها بالمايكرويف بالنسبه للدشات الكبيره على السي باند؟ هلا على السي باند بتوصل ل 100 كيلومتر. وين بيستخدموها؟ هي طلع وين بيستخدموها. عندك محافظه اولى بدك تربطها مع محافظه ثانيه، فشو بيعملوا؟ بيحطوا دش من هون لا ابعد مسافه بقدر يوصل لها، بيحطوا برج تاني، بيحطوا ريبيتر. هذا الدش شايف هذا الدش وهذا الدش شايف هذا الدش، وبالتالي بيقدروا يعملوا ربط مكروي بين محافظه اولى ومحافظه تانية او مدينه اولى ومدينه تانية. طبعا هون التردد بده يكون منخفض، عم نحكي على سي باند او اس باند، عم نحكي على مسافه كتير كبيره، عم نحكي على دشات كبيره باعلى البرج، وعم نحكي على هوائيات ذات ربح عالي. تمام، فهي احد النقاط الرئيسيه. كل ما كان عندي لاين اوف سايت، خط نظر، كل ما الامور افضل. يعني هذا بقدر ادفش شوي على اليمين اذا كان عندي على طول خط نظر، مثل بين حلب والحسكه، مثل بين الشام وحمص الى اخره. طيب مو البي تي اس اللي هي الابراج الخلويه مو بتربط مع بعضها بمايكرويف ولا فايبر؟ بحال وجود مايكرو فايبر بيربطوها فايبر، بس هذا الشيء ما انه موجود يعني ب 99% من الحالات، مشان هيك بيربطوها مايكرويف، لأنه الفايبر مكلف والمسافة بعيدة. في شغلة والله كأني ماحية. لا ليك، شو الفرق بين الفايبر والمايكرويف؟ طلع هذا جدا مهم، جدا جدا مهم. الفرق هو على الشكل التالي، أبراج ام تي ان وسيلتين على أي باند بيعتمدوا ولا ما في باند محددة؟ ما في باند. السبب بيعتمد على موضوع المسافة بين البرج والبرج. يعني إذا عم نحكي عن مثل ما اتفقنا على مسافات بعيدة فبيروحوا على ترددات منخفضة، إذا عم نحكي عن مسافات قريبة فبيروحوا على ترددات عالية. جايكم بالحكي في شيء اسمه IP مايكروويف، في شيء اسمه STM، في شيء اسمه E1 NAT، يعني هدول حنيجي عليهم بالحكي بالنسبة لموضوع الأبراج الخلوية وكيف تتواصل مع بعضها البعض. خليني هون بالمفيد اللي هو الفرق بين الفايبر والمايكروويف. طلعوا بالنسبة لموضوع الكباسيتي اللي هي قديش بقدر أبعت داتا، أنا بالفايبر انليمتد بقدر ابعت داتا قد ما بتكون،
الميكروويف تعتمد على عرض المجال، كل ما كان عندي عرض مجال كبير بقدر ابعت داتا اكثر، عرض مجال صغير داتا اقل. طيب بما انه مايكروويف مو لازم تتاثر بالمطر، احمد قلنا نحن انه الترددات العاليه تتاثر بالمطر، الترددات المنخفضه ما بتتاثر بالمطر، فمشان هيك هن ببعدوا، يعني يا بيطلعوا بترددات كثير عاليه والمسافه بتكون كثير قريبه بين البرجين، او بينزلوا بالترددات اذا كانت المسافه بين البرجين بعيده. فهي اللعبه اللي بيلعبوها بموضوع الترددات. الكوست، طلعوا على الكلفه، لما بدي مد خط فايبر الكلفه بتعتمد على المسافه بين المرسل والمستقبل، كل ما كانت المسافه كبيره بين المرسل والمستقبل وحاطط فايبر، كل ما الكلفه عم تكون كثير عاليه، قد تصل لملايين ملايين الليرات. اما بالنسبه للمايكرويف، الكوست هي حسب اللينك. شو يعني حسب اللينك؟ يعني حسب التردد اللي انت شاغله او حاجزه. بمعنى ثاني، طلعوا يعني اذا عندي موقع هون وموقع هون، اذا مديت فايبر والمسافه كانت 50 كيلومتر، رح ادفع قيمه هائله من الاموال. بتحط لينك هون ولينك هون، شايفين بعضهم البعض، ما بتدفع شيء الا حق التردد اللي انت حجزته. فالكلفه الايجابيه فيها عم تروح لوين؟ لموضوع الميكروويف. الكباسيتي الفايبر. زمن التركيب، لاحظوا انه اذا بدي فايبر بدي اقعد حفر بالارض واشتغل وحط وشيل وكذا والى اخره، بعدين مد وسكر فبتاخذ وقت كثير هائل. اما الميكروويف ما عندي وقت ابدا، حط هاللينك من هون، شاف هاللينك الثاني من هون، امورك بخير خالصين. الالتزام بالتضاريس الطبيعيه، الفايبر في عندنا مشكله، اذا عندك جبل بدك تطلع مع هالجبل وتنزل انت ومحفر فيه. اما الدش لا، يعني اذا عندك هون برج وهون برج، حط هاللينك، شايف هذا اللينك، امورك محلوله خالصه. معناتها مين احسن؟ كمان الميكروويف. اعاده الاستخدام، اعاده الاستخدام، اذا مديت فايبر بالارض خلاص انسى، يعني مديت فايبر ما عاد فينك والله ترجع تحفر وترجع تفكه وتقيمه وتشيله وكذا. اما هذا الدش امتو لهذا البرج، ما عاد عجبك حطيته هون، بتشيل اللينك من هون بتحطه هون وبتوجه هذا عليه وخلصت القصه. وبالتالي كمان الاولويه بتصير لموضوع إعادة الاستخدام، الأولية بتصير للمايكرويف. التأثر بالعوامل الجوية، هلأ هون بقى التأثر بالعوامل الجوية، الفايبر ما بيتأثر، ليش؟ تحت الأرض ممدود وعم يحول هالإشارة لضوء. أما المايكرويف فبيتأثر مثل ما قلنا بالترددات العالية بموضوع الأمطار وما الأمطار والثلوج وكذا وإلى آخره. الترخيص، الفايبر ما بترخيص مرة واحدة، يعني بس أنت ركبت خلاص انسى. اما بالنسبه للمايكروويف فعندك كل سنه بدك تدفع اجور الترخيص اللي هي حجز التردد اللي انت عم تستخدمه. اذا لعيب الكباسيتي مين احسن؟ الفايبر، بقدر ابعت اكبر كميه داتا ممكن، السبب انه عرض المجال تبعه كتير كبير. اما هون حسب عرض المجال، صغير داتا قليله، كبير داتا كبيره. الكلفه مين افضل؟ المايكروويف، بتركب هالدشين خالص، اما هون على حسب المسافة بين المرسل والمستقبل. زمن التركيب، الميكروويف أسرع بكتير، بس حطيت الدشين صار عندك لينك، أما هون بدك تحفر وتركب وترجع تطمر وكذا وإلى آخره. موضوع الـ 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 الانسجام مع شو بيسموه الطبيعة، يعني إذا عندك جبال وهضاب إذا عندك نهر انسى، يعني أما هون إذا عندك نهر عادي، هي نهر هي برج اول برج ثاني، حط دش هون ودش هون، امورها خالصه. اما اذا عندك نهر فبدك تد مايكروويف، هذا الموضوع جدا صعب. اعاده الاستخدام، هون بس حط الدش وين ما بدك، خده من حمص حطه بالشام شغال. اما هون لا خلاص، طالما مديت يعني انسى، كمان مايكروويف. تاثر بالعوامل الجويه، الفايبر افضل، ما بيتاثر تحت الارض. ريجوليشن اللي هي اللايسنس، طبعا الفايبر خلص لمره واحده، اما هون كل سنه بدك تدفع اجور وتراخيص للتردد. هجاوب على اسئله سريعه. بما انه مايكرويف ما زلت هسه حكينا، طيب لو سمحت، اذا شبكه سيرياتيل الامتين عندهم نفس المجالات التردديه، كيف ما بصير تداخل بيناتهم؟ مين قال لك انه عندهم نفس المجالات التردديه؟ ابدا ما عندهم نفس المجالات التردديه. سيرياتيل بتكون اخذه هالعرض المجال هذا، وام تي ان بتكون اخذه هالعرض المجال هذا. مثلا مثال من 22 ميجا فاصلة 1 ل 22 ميجا فاصلة 4 ل ام تي ان، من 22 فاصلة مثلا نحكي 5 ل 22 فاصلة 8 ل سيرياتيل، ما عندهم شيء اسمه نفس المجالات التردديه، مشان هيك ما بصير تداخل بيناتهم. حتى بالنسبه للخليوي، اذا عم نحكي عن مايكروويف ترددات عاليه،
حتى بالنسبة للخلية ب 900 ميجا مثلا، بتلاقي سريتيل تاخذ مثلا من 890 ل 895 ميجا، ام تي ام من 895 ل 900 و و و الى اخره. مين بيعطي التراخيص بسوريا؟ لا، بكل بلد في شيء بيسموه الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، هن اللي بيعطوا التراخيص، هن اللي بيعرفوا انه نحن اعطينا التردد لام تي ان، واعطينا التردد لسيريا تيل، واعطينا التردد لها المنظمه، واعطينا التردد لها السفاره، واعطينا التردد لشركه ما بعرف مين، هن اللي بيحددوا مشان ما يصير تداخل. يعني هون هي اللعبه. اذا في بين اللينكين بحيره او مي بتاثر على معايير اللينكات، في تاثير حنحكي عليه، بس نشوف موضوع الانتي فيدينج اللي هو كيف نحن نقدر نحن نمنع موضوع التخامد او الخفوت من انه يصير. ممكن تخلص هاي المجالات مثل الاي بي فيرجن 4، مشان هيك اعلى او اعلى، مشان هيك طلعنا، مشان هيك يعني انه الترددات تخلص. لا، ما راح تخلص. شو السبب؟ سبب جدا بسيط. طلع شو السبب، او طلع شو السبب. بدي اشوف هيك شيء منظر فاضي، ورجيني. هاي منظر فاضي، تفرج علاء، تفرج علاء، هاي لينك هون وهي لينك هون. استخدمنا التردد قد ايه بدك مثلا؟ 30 جيجا هرتز. تمام، 30 جيجا هرتز. عملت لينك. شو الحلو؟ الحلو بالمايكروويف انه بتاخذ هاللينك التردد يعني هذا المستخدم، وبتعيد استخدامه بمحل ثاني. يعني مثلا هذا البرجين موجودين بكفر سوسه، اوكي برجع بستخدمهم ببرزه، برجع بستخدمهم بالمزه، برجع بستخدمهم بحلب، برجع بستخدمهم بحما، برجع بستخدمهم باللاديه. فانا ما عندي مشكله بهذا الموضوع، خصوصي انه نحن عم نحكي على لاين اوف سايت، يعني خط نظر. يعني اذا حتى لو استخدمتها، طلع لو استخدمت اللينك نفسه هون ما عندك مشكله، قريبين على بعضهم البعض. ليش؟ لانه عندك خط نظر من هون لهون ومن هون لهون، عدا انه الحزمه جدا ضيقه تبع الهوائي. اذا هذا الهوائي، هاي الحزمه تبعه جدا ضيقه، يعني اذا في زلمه هون ما بيجي شيء. مشان هيك انا فيني استخدم دش هون ودش هون، وارجع استخدم نفس التردد دش هون ودش هون، لأن الحزمة ضيقة بين الطرفين، فما عندك مشكلة بهذا الموضوع. طيب إذا كان شغال نظام 5G أو 4G ترددات عالية، إذا استنى صار مطر هون بتختفي الإشارة بشكل كلي ولا بتنخفض؟ طبعا الانخفاض هي بتلاقوها كتير. واحد مثلا كان متصل مع برج ما، كبسة مطرة، ممكن تلاقي صار في عندنا تأثر، ممكن تنزل على 2G ممكن. بس في موضوع مهم جدا، هو إنه نحن اليوم عم نحكي لا تنسوا شغلة يا جماعة، 2G 3G 4G عم نحكي على ترددات تقع بين 900 ميجا ل 2600 ميجا، يعني ولا شيء بالنسبة للمايكرويف. المايكرويف ببلش من 3000 ميجا، 3 ببلش من 3 جيجا. فلعبتنا هي هون مع المطر، مو مع ال 2G وال 3G وال 4G وهالقصص. طيب تردد 80 جيجا، تردد كبير. اذا خفضت الباور عشان ما اعمل انترفيس عشان حماية الكائنات، شو بصير؟ هلا اذا خفضت الباور، وبالتالي انت خفضت المسافة، يعني اذا تكون المسافة بين البرج والبرج قريبة، وبده يكون عرض الحزمة الإشعاعية ضيق مشان يكون الربح تبع الهوائيات عالي، وتقدر توصل إشارتك للطرف الثاني. يعني اليوم نحن أمام حالتين، يا بجيب هوائي أول وهوائي ثاني وبرفع الاستطاعة على حساب الربح، أو بجيب هوائي أول وهوائي ثاني ربحهم عالي، يعني تقدر توصل الباور المسافه فيهم لجهه جيد جدا، وبالتالي بقدر اخفض الباور لهذا الموضوع. اتصال الموبايل الحاسوب المايكرويف كيف يعني صاير؟ بس رجع عيد صياغه السؤال. سؤال من علاء، اذا كنا على فرض بمكان فاضي، فقديش اكبر لاين اوف سايت ما في عوائق للمسافه؟ حلو السؤال. اذا كنا مثال، هي جبل وهي جبل، اجى زلمه يوقف هون واجا زلمه تاني وقف هون. طيب والمسافه بيناتهم خلينا نقول 50 كيلو و100 كيلو، يعني عندي خيارات 50 100 200، يا ترى بشوفوا بعض البعض؟ هون بقى بتلعب دور الباور. هلا في لاين اوف سايت، ايه في لاين اوف سايت، كثير منيح، بعتت اشارتي انا. المسافة مع الباور هي اللي بتلعب دور. إذا الباور تبعي كافية إنه توصل إشارتي لهون، علما إنه ما في عوائق بين الطرفين، فحتوصل. إذا المسافة أكبر من إنه هالإشارة تصل، فما راح توصل. معناتها لما بيكون في عندي لاين أوف سايت بين الطرف الأول والطرف الثاني، اللي بيعتمد بهذا الموضوع هو موضوع الباور بقى، ما عاد صفي موضوع العوائق، لأنه أصلاً ما في عوائق، مو في لاين أوف سايت، في خط نظر، معناتها ما في
عوائق، معناتها بتروح مع الإشارة لأبعد مسافة ممكنة. ولكن كلمة أبعد مسافة ممكنة تعتمد على الباور، باور عالية بتروح، باور منخفضة قد تصل أو قد لا تصل حسب. طبعا لا تنسى شغلة تانية، موضوع ربح الهوائي، إذا الهوائي ربحه عالي بالطرف المرسل المستقبل ممكن تصل بشكل كتير كبير حتى لو الصدارة كانت منخفضة. بين الأبراج الميكروويف، بين الأبراج حسب المسافة، بنرجع لنفس المقطوع، عندي برجين شو بستخدم؟ إذا المسافة قريبة بستخدم ترددات عالية، إذا المسافة بعيدة بستخدم ترددات منخفضة. إذا عندنا أكثر من لينك موزعين بكذا اتجاه لازم يكونوا كلهم هاي، شو هاي يعني؟ أو لو هاي باور ولو باور ما دخل. ممكن كثير أحيانا بتلاقوا على برج هيك شيء 20 30 مايكروويف بس كل حدا باتجاه، وما عندكم مشكلة بهذا الموضوع أبدا. السبب إنه عرض الحزمة جدا ضيق، فما في عندي تداخل بين هالحزمات هي، فما عندكم مشكلة. يعني هون بالطرف الثاني بده يكون في عندي دش هون ودش هون ودش هون ودش هون، والأمور مثل الليرة. باور العالي ممكن نقيسها على جودة البيانات. هلا الباور العالي وين المشكلة؟ احنا سؤال حلو، شو المشكلة بالباور العالي؟ طبعا المشكلة بالباور العالي، من وين بتجي الباور العالي؟ من شيء بيسموه المضخم، الامبليفاير. الامبليفاير بضيف ربح على الإشارة وبيضخمها. هلا وين المشكلة؟ المشكلة لما بتضخم الإشارة وبيكون معها ضجيج، فأنت شو عم تعمل؟ عم تضخم إشارتك وعم تكبر إشارة الضجيج، فما دوما بتستفيد. فطبعا إذا كبرت وكبرت مع الضجيج حتتأثر جودة البيانات المنقولة. حساب الاستطاعة على المسافة والمعايرة قاسم استناني لأحكي فيها بموضوع الانتشار، هحكي فيها بموضوع انتشار الأمواج الميكروية ومعادلة الانتشار والقصص هي كلياتها. بالصورة شفنا إنه في هوائي موجه وهوائي أمني، مزبوط. في عنا هوائي موجه وفي عنا هوائي أمني، شو الفرق بيناتهم؟ ليك وين الصورة؟ هاي الصورة. في عنا هوائيات موجهة مثل الميكروويف وفي عنا هوائيات أمني، شو الفرق بيناتهم؟ هاد من نقطة لنقطة، هاد من نقطة لكل الزاوية ل 360 درجة. يعني إذا في زلمة هون بيسمع، إذا في زلمة هون بيسمع، إذا في زلمة هون بيسمع، كل واحد رح يشتغل. شايف هاد على غير هاد على غير هاد على غير هاد على غير هاد. هل معناتها انه بقدر انا احط الاشاره مثلا، فيني احط هاد على نفس تردد هاد؟ يعتمد على عرض الحزمه. طلعوا اذا عرض الحزمه ضيق جدا وما في تداخل فيني احط هاد على تردد هاد، بس احيانا بيبعدوا عن بعضهم البعض بشيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا. فهذا الشيء بيعتمد على عرض الحزمه، يعني بمعنى ثاني الربح. طلعوا شغله، اذا كان 360 درجه الهوائي شو ان الربح تبعه؟ منخفض. إذا كان موجه بزاوية محددة فالربح تبعه عالي. إذا كان الزاوية كتير ضيقة يعني مثل هيك فالربح تبعه كتير عالي. فهذا الحكي طبعا إرسال واستقبال. نحن عم نحكي بالمايكرويف في شيء بسموه فول دوبليكس، يعني روحة ورجعة، يعني بعت له مرحبا قال له أهلين، روحة ورجعة. طيب إذا لحتى نلخص على السريع، المايكرويف يستخدم ترددات عالية جدا من ردود 3 ل 30 جيجا هيرتز. إذا قراب من بعض ونفس التردد اللي حيتداخلوا بنرجع بنقول حسب عرض الحزمة الإشعاعية. إذا في عندي دش عرض حزمته الإشعاعية، طلعوا أي دش عرض حزمته الإشعاعية هيك، وعندي دش تاني عرض حزمته الإشعاعية هيك، طبعا رح يصير في عندي تداخل طبعا طبعا طبعا. بس إذا عندي دش عرض حزمته الإشعاعية هيك وعندي دش تاني عرض حزمته الإشعاعية جدا ضيق، يمكن ما يصير تداخل، خصوصي إذا كانت المسافة قريبة بين المرسل وبين المستقبل. واضح؟ طيب إذا ترددات جدا عالية عم نحكي بالمايكروويف من 3 ل 30 جيجا هرتز. عم نحكي على بقى سموها لباندات، في شيء سي بان كي يو كي اي. الفروقات مثل ما إنا شايفين، إذا عم نحكي عن ترددات منخفضة مايكروويفيا ففي عندي عرض حزمة قليل، داتا قليلة، دش كبير، تأثر بالأمطار قليل. إذا عم أحكي عن ترددات عالية فأنا عم أحكي على داتا كبيرة، عم أحكي على دشات صغيرة، عم أحكي على عرض مجال كبير، يعني مصاري أكثر هون، يعني معي كلفة هون سلبية هي الكلفة، وتأثر بالأمطار كبير وهي كمان سلبية ثانية. اليوم صار في عندي الإي باند اللي هو 80 جيجا هرتز، هواوي عنده دشات اي باند حلوه، حنحكي عليه هون بالاي بي مايكروويف والقصص هي. اذا بيعتمد المايكروويف على شيء بسموه لاين اوف سايت، المرسل اللي بده يشوف على المستقبل. في عندي الباك لوب، الباك لوب بياثر طبعا. طبعا شو هو الباك لوب؟ هي الباك لوب
هاي الدش، هاي الإشعاع هون، وممكن لاقي فصوص جانبية أو فص خلفي. طبعا إذا كان الدش تبعي بده يكون هاي الفصوص الجانبية بدي انتبه لها بالمخطط الإشعاعي تبع الهوائي، بدي أشوف إذا له باك لوب له سايد، هدول بسموهم سايد لوب اللي هن فصوص جانبية، وهذا بسموه باك لوب اللي هو الفص الخلفي. إذا المخطط الإشعاعي في عندي باك لوب وسايد لوب، بدي انتبه من موضع الهوائيات الثانية على نفس البرج أو على نفس القناة، على نفس التردد أو قريب الترددات من بعض البعض، فبدي انتبه على هذا الموضوع. طبعا هي بيتم حسابها لما بصير في عندي بلانينج لللينك المايكروي بين المرسل وبين المستقبل. طيب هحكي هدول على السريع. وين استخدام المايكروويف؟ مثل ما بتعرفوا بالانظمه الاتصالات الخلويه بنستخدم كثير المايكروويف، فالابراج الخلويه ممكن لازم تتصل مع بعض البعض عن طريق المايكروويف الدشات. ليش؟ الاسباب اللي حكيناها سابقا، عدم الالتزام بالتضاريس الطبيعيه، ما في داعي لنحفر بشيء، بحطه بركب ايمت ما بدي وشلون ما بدي، بعيد استخدامه وين ما كان كذا الى اخره. ففي عندي استخدام على موضوع الاتصالات الخلويه. في عندنا النوع الثاني من الاستخدام هو بين المقاسم الهاتفيه تبع الدوله، مثلا اذا بدي اربط شبكه الهاتف بدمشق مع شبكه الهاتف بحمص، بفرض عدم وجود مايكروويف، بفرض عدم وجود كذا الى اخره. الهاف هلا بحكي لكم. وممكن تستخدم المايكروويف بحاله ربط انظمه اتصالات لاسلكيه، مثل موضوع انظمه اتصالات الاطفاء والشرطه والواي ماكس وغيره. طيب لما نقول في مسافه تقريبا، شو نعتبرها مسافه قريبه؟ ما عم نحكي على مسافات تتراوح بين مئات الامتار والكيلو وعشرة واقل من 10 كيلومتر او حتى 5 كيلومتر او حتى 2 حتى 2 كيلومتر، يعني نعتبرها مسافه قريبه. مسافات بعيده عم تحكي على اكثر من 3 او 4 كيلومتر، هيك لحدود ال 40 او 30 40 كيلومتر. في مجال تعالج موضوع الهاف باور بيم ويدث، طبعا هذا من اهم اسباب من مواصفات الهوائيات. بيان 22 ثانيه، يعني ساعه ونص خلصوا. بكره بنكمل ان شاء الله بموضوع البي دي اتش والاس دي اتش، هي التقنيات المستقبل المايكرويف، جدا مهمين اذا ما كانوا اهم شيء، وحنحكي عن الاس تي ام والربط الميكروي. اذا في اسئله اكتبوهم على الجروب. يعطيكم الف عافيه. عم تسمعوني لسه؟ بس لحظة، عم تسمعوني؟ إذا عم تسمعوني؟ كتير منيح، معناتها لسه معنا وقت. كتير منيح. طيب أنا فكرت طلع لي مؤشر إنه ساعة ونص خلصوا، فا أوكي كتير منيح. خلينا نكمل هيك شي ربع ساعة نحكي فيها عن مواضيع جدا مهمة اللي هي التقنيات المستخدمة بالمايكرويف. إذا إعادة سريعة للملخص، باندات ترددات 3 4 جيجا ل 30 جيجا ل 80 جيجا، تعتمد على اللاين اوف سايت، الدش حجم الدش و عرض المجال و داتا المبعوثة وتأثر المطر، هن أهم العوامل اللي بنلاقيها بالمايكرويف. تمام. طيب شو صار؟ تمام. بس لحظة حتى أظبط هاي. تمام. شو التقنيات المستخدمة بالمايكرويف؟ التقنيات المستخدمة بالمايكرويف، هلا إذا هي حكينا عن استخدامات المايكرويف، ممكن تكون اتصالات خلوية، ممكن تكون لربط مقاسم هاتفية، ممكن تكون لموضوع الببليك سيفتي اللي هن أنظمة الاتصالات اللاسلكية. دي دبليو دي ام ما راح احكي عنه لأنه هو أكثر له علاقة بالسونيت والاتصالات الضوئية والقصص هي. إذا ضل معنا وقت ممكن نحكي عنه. طيب شو التقنيات المستخدمة للمايكرويف؟ مثل ما اتفقنا نحن المايكرويف بداية كان الإرسال والاستقبال أنالوج. نرجع نعيد، شو يعني أنالوج؟ أنالوج يعني الإشارة تعيسة، يعني في ضجيج عليها، يعني في مشاكل، يعني ما في تشفير، ما في ترميز، بلا 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 إلى آخره.
فهذا الحكي كان بعام 1950 مثل ما احنا شايفين. كانت الاتصالات عبارة عن مايكروويف، كان عبارة عن مايكروويف انالوج، فكان في مشاكل بالإشارة، كان في مثل ما قلنا ما في ترميز، ما في تشفير، قصص هي كلها كانت موجودة. فشو اللي صار بعام 1970 ل 80؟ توجهوا للديجيتال كوميونيكيشن. طبعا هون بدنا نفهم شغلة أساسية بهندسة الاتصالات، هي كيفية التحول من الأنالوج للديجيتال. من الأنالوج للديجيتال طبعا في شيء بيسموه، طبعا أنالوج تو ديجيتال كونفرتر، هالقصص هي الإشارة تكون عندي إياها بهذا الشكل، كيف بحولها لهذا الشكل؟ هون لازم نفهم هذا الموضوع كتير منيح. طلعوا كيف هي إشارة تماثلية، كيف بدي أحول الإشارة رقمية؟ الآلية بتصير على الشكل التالي، عن طريق، رح أفرجيكم المخطط، رح أشوف إذا بتقدروا تشوفوا أو لا. شيرينج، لحظة خليكم معي لحظة. بظن شفتوا هلا الصورة. هاي الآلية اللي بتصير فيها عملية تحويل الإشارة من أنالوج إلى ديجيتال، طبعا بتتم بثلاث مراحل. أول مرحلة بيسموها الاعتيان أو السامبلينج. السامبلينج هو إنه أنا آخذ، اللي بيتم هو إنه أنا بقدر آخذ عينات. هاي العينات يعتمد عددها على تردد الإشارة، يعني إذا عندي إشارة ترددها هيرتز فلازم آخذ عينتين منها على الأقل حتى أقدر أعمل شيء بسموه اعتيان. هلا أفرجيكم كيف بالرسم. فأول شغلة بدي آخذ عينات، يعني بيطلع معي منظر الإشارة بهذا المنظر، عينات، يعني نقطة هون، نقطة هون، نقطة هون، نقطة هون، نقطة هون، بيطلع معي هذا الشكل. هاي بسموها الإشارة المعتانية أو التي من خرج الآتيان. بعدين بدي فوت على شيء بسموه كوانتايزنج، أو بالعربي بسموه التكمية. التكمية هو أني أحط مستويات، وهي المستويات برمزها صفر 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 واحد صفر واحد صفر إلى آخره، وأقول إنه أنا أول عينة قريبة على أي مستوى، ثاني عينة قريبة على أي مستوى، ثالث عينة قريبة على أي مستوى، وهكذا لحتى أقدر أخرج الديجيتال داتا بهي الطريقة هي. فهي الشغلة بيسموها آتيان، تكمية، ترميز، وبتطلع معي الإشارة. هذا اللي بيسموه PCM. PCM هو أساس اتصالات الميكروويه الديجيتال أول ما بلشت. Pulse Code Modulation يعني تعديل ترميز النبضة. Pulse Code Modulation. فنرجع. فالآلية هي إذا أظن هلأ شايفين ال رجعنا على السلايدات. فطلعوا شو كيف بتتم الآلية على الشكل التالي. فإذا إذا عندي إشارة أنالوج فباخذ عينات منها، طبعا عدد العينات كل ما زاد، كل ما بحصل على إشارة زاد دقة أكبر. طبعا إذا عندي إشارة ترددها 1 هرتز، هي 1 هرتز يعني هي ثانية كلياتها، فأنا بحاجة عينتين، هي عينة أولى وهي عينة ثانية حتى أقدر أعتان هي الإشارة. هذا التردد الاعتيان بسموه نايكويست، تردد نايكويست، وهو أكبر أو يساوي ضعفي تردد الإشارة الأساسي. يعني إذا الإشارة ترددها هرتز أنا بحاجة عينتين، 2 ضرب 1 يساوي 2 لحتى أقدر أعتان هي الإشارة. وبعدين في عندي مرحلة التكمية، اللي هي إني هي مثلا صفر صفر، هذا مثلا 0 1، إذا أخذ بس مستويين فهي الإشارة قريبة على الصفر صفر بعطيها صفر صفر، هاي الإشارة قريبة على الصفر واحد بعطيها صفر واحد، هاي الإشارة قريبة على الصفر صفر بعطيها صفر صفر، وهكذا حتى أحصل على الإشارة الديجيتال اللي بتكون معي. فهي الآلية اللي بيعملوا فيها التحويل من الأنالوج شو اسمه الديجيتال. هاي الآلية استخدمت بأول معيار باتصالات الميكروية، هذا المعيار سموه PDH. PDH
البي دي اتش هي اختصار ل بليسيو كروناوس ديجيتال هايراركي. هلا بليسيو هي كلمه يونانيه تعني شبه شبه، وكروناوس يعني شبه متزامن يعني تايم، وديجيتال إشارة رقمية، وهيراركي يعني هيكلية. شو يعني الحديث؟ يعني أنا إذا في عندي مرسل وفي عندي مستقبل وبدي أبعت الإشارة بيناتهم، طبعا ليش بيساووا شيء بيسموه بي دي اتش؟ بي دي اتش هي من تقنيات المالتيبلكسينج. هلا شو يعني مالتيبلكسينج؟ مالتيبلكسينج يعني أبعت كذا إشارة بنفس الوقت وبنفس الزمن وعلى نفس التردد مع بعض. والطرف الثاني بده يكون في عندي شيء بيسموه دي مالتيبلكسينج، اللي هي إني أقدر افصل هالاشارات عن بعض البعض. فالبي دي اتش هي احدى تقنيات المالتيبلكسينج اللي بسموها بليسيو كروناوس ديجيتال هايراركي. اللي بيصير فيها بشكل رئيسي هو انه انا بقدر ابعت كذا اشاره مع بعض البعض بنفس الزمان، ولكن بشيء بسموه شبه متزامن. يعني في عندي عدم تزامن 100% بين المرسل وبين المستقبل. هذا بيسموه طبعا باستخدام تعديل عرض الكود النبضة البي سي ام، وبقدر ابعت اشارتي من الطرف الاول للطرف الثاني، فهذا بيسموه بي دي اتش. اما النمط الثاني المستخدم هو بيسموه الاس دي اتش. الاس دي اتش هو متزامن، يعني في عندي تزامن بين طرف الارسال وبين طرف الاستقبال. التزامن مهم جدا لحتى اقدر ارتاح بموضوع الداتا المرسله والداتا المستقبلة. هلا ليش انتقلوا من البي دي اتش شايفين بعام 1990 للاس دي اتش من عام 2000 وطالع؟ يعني انتقلوا من نمط شبه متزامن لنمط ارسال متزامن بين المرسل والمستقبل، لانه نمط الارسال المتزامن بيحقق لي، هذا كمان سؤال ممكن كتير يسألوه، نمط الارسال المتزامن بيحقق لي سرعة نقل بيانات اعلى، بيحقق لي اداء افضل، ريلايابيليتي اعلى يعني وثوقيه اكبر، وبيحقق لي ربط من مايكروويف لمايكروويف لمايكروويف لمايكروويف، يعني بقدر اعمل شيء مثل حلقه. اما بالبي دي اتش فحصرا من واحد لواحد غالب الوقت، لانه في عندي شبه تزامن بين المرسل والمستقبل. فهذا الموضوع جدا مهم. اذا البي دي اتش و SDH. فالبي دي اتش كان اول ما استخدم، طبعا لهلا مستخدم، نمط شبه متزامن للارسال ولا الاستقبال، في عندي زمان بالموضوع. الفكره في الرئيسيه هو اني بيعتمد على نوع من انواع التزامن لكنه غير متكامل بين المرسل والمستقبل. مستخدم استخدم اكثر شيء البي دي اتش لحتى ابعت فويس او داتا بين عده، بين جهازين مثلا او بين لينكين، بين مرسل ومستقبل. وفي عندي كلوك سورس اللي هو المزامن لحتى اقدر استقبل الداتا بوقتها وخرجها بشكلها الطبيعي او شكلها النظامي. طبعا بنيه بشكل رئيسي لموضوع الديجيتال ترانزميشن. شايفين هلا هون عام 1950 كان انالوج، بالثمانينات صار بي دي، بالتسعينات صار بي دي اتش ديجيتال، وحاليا في اس دي اتش ديجيتال. التقنيه المستخدمه بالبي دي اتش هي البي سي ام، واللي هي تحويل الداتا من انالوج الى ديجيتال مثل ما حكينا عبر ثلاث مستويات. اول شيء في عندي السامبلينج، وثاني شيء في عندي التكميه او كوانتيزيشن، وثالث شيء في عندي الكودينج اللي هو عمليه الترميز. شو الوسط المستخدم بالبي دي اتش؟ طبعا المايكروويف احد استخدامات انماط البي دي اتش، التويستد بير اللي هن الكابلات، التويستد بير مثل كابلات الشبكه فيني انقل عن طريقهم ترانسميشن بي دي اتش فويس وداتا بين مرسل ومستقبل، والكابلات المحوريه لهذا الموضوع. هذا بشكل رئيسي ك بي دي اتش. ك اس دي اتش عم احكي على نمط متزامن. هلا ما رح افوت بالاس دي اتش، رح افوت بس بالبي دي اتش ككلمتين مهمين جدا، اللي هن اذا رحنا على السلايد اللي بعده. البي دي اتش بالحقيقه ماخوذ او بيتاخذ من معيار بسموه الاي 1. هلا بظن اغلبيتكم سمعان بالاي 1، اي 1 نات بيقولوا. شو هو الاي 1؟ الاي 1 هو وسط نقل بين طرفين، بين المرسل وبين المستقبل، ومساوي الى 2 ميجا بت بير سكند. يعني اذا قلت لكم في عندي لينك سعته اي 1،
معناتها في عندي 2 ميجا بالثانية عم تنبعد بين المرسل وبين المستقبل. طيب 2 ميجا من وين اجت؟ يعني من وين اجت الاي 1؟ الاي 1 ال 2 ميجا اجت من وجود خط نقل مؤلف من 32 قناة. يعني انا في عندي 32 قناة، هنا 32 قناة، كل قناة هي بحاجة ل اعتيان. نحن عم نحكي على هلا اليوم لح اذا بدي احكي هيك بالتفصيل طلعوا كيف. اليوم انا شو بدي ابعث؟ بدي ابعث صوت، صوت العالم، صوت الزلم، مكالمات، مكالمات صوتية، هي صوت. قديش عرض المجال الصوتي للانسان؟ بالحقيقة هو يتراوح من ال 300 لل 3 كيلو هرتز. عادة بياخذوه مساويا الى 4 كيلو هرتز. هاي المكالمة الصوتية 4 كيلو هرتز. هلا هاي المكالمة انالوج، صوت الانسان هو صوت انالوج. لحتى احوله لديجيتال فانا بحاجة لتردد اعتيان، مثل ما قلنا ضعف هالتردد، فانا بحاجة ل 8000 عينة او 8 كيلو هرتز. ف 8000 ضرب اللينك اللي بيسموه الاي 1 او البي دي اتش مؤلف من 32 قناة. اذا انا عندي 32 قناة وكل قناة فيها 8000 عينة ومضروبا ب 8 بت بي سي ام سامبل، يعني مستويات ضرب 8 من مستويات، شو بيساوي هذا الحكي؟ 32 قناة مضروبة ب 8000 لكل قناة مضروبة ب 8 بتات يعني بايت، بيطلع مساويا إلى 2,048,000 هرتز، عفوا بيت بير سكند، يعني 2 ميجا بيت بير سكند. ومن هون اجت الاي 1. يعني ال 2 ميجا من وين اجت؟ اجت من موضوع اجت من موضوع البي سي ام سامبل 8 بتات مضروبا ب 8000 عينه لكل قناه مضروبا ب 32 قناه، فالمجموع كان 2 ميجا بيت بير سكند. اذا عندي لينك قالوا لكم جاي عليه اي 1، معناته هذا اللينك ينقل سرعه نقل بيانات تصل الى 2 ميجا بيت بير سكند. يعني اذا واحد يبعث غنيه من اللينك الاول للينك الثاني بده ثانيه ونص حتى تنبعث هي الغنيه، لانه اذا الغنيه حجمها 3 ميجا فبدي انا كل ثانيه بقدر ابعث 2 ميجا بيت بالثانيه مثلا. اذا حجم الغنيه 3 ميجا بيت فبيتا مو بايت، مش عم حدا يقول لي بده بايت، فبدي ثانيه ونص ل مضبوط. بطلنا نستخدم الاي 1، ما احنا عم نحكي على تقنيات موجوده هلا. الاي 1 على فكره في بعض الانظمه الاتصالات لسه لهلا بتستخدمه، وخصوصا المعتمده على الكابلات المحوريه وهالقصص هي. اليوم توجهنا اكثر لشيء بيسموه اي بي مايكرويف او على القليله الاس تي امات. رح نحكي عن الاس تي امات بعد شوي، او مو بعد شوي، يمكن بكره. طيب نعمل ريز تشكي، ما طلعوا عندي الاسئله مثل العالم والناس. طيب الاي 1 سرعه ولا مجال نقل بيانات؟ نحن لما بنقول لك شو اعطاء صرنا ساعه عم نحكي على الاي 1. الاي 1 اذا هو عباره عن لينك ينقل 2 ميجا بيت بير سكند بين طرف اول وطرف ثاني، يعني مؤلف من 32 قناه، كل قناه بدها 8000 عينه و8 بت سامبل بي سي ام. ف 32 ضرب 8000 ضرب 8 بيطلع معي 2,048,000 بت بالثانيه، اي ما يساوي الى 2 ميجا بت بالثانيه. اذا شو هو الاي 1؟ الاي 1 هو لينك اما عبر كابلات محوريه او عبر المايكرويف قادر على نقل حتى 2 ميجا بت بالثانيه. 2 ميجا بالثانيه شايفين؟ بس فول دوبلكس. شو يعني فول دوبلكس؟ يعني 2 ميجا بالنزله 2 ميجا بالطلعه. يعني اذا في عندي لينك، اذا في عندي برج اول وبرج ثاني وبيناتهم لينك اي 1، ففي عندي 2 ميجا عم يبعثها هذا لهذا، وبنفس الوقت 2 ميجا عم يبعثها هذاك لهذا. من وين اجوا هال 2 ميجا؟ اجوا من انه هذا اللينك مؤلف من 32 قناه، كل قناه عم تحط فيها اشاره مستخدم مثلا. هالاشاره المستخدم هي 4 كيلو هرتز، هال 4 كيلو بدي عينتين لكل هرتز، معناتها بدي انا 8000، يعني 8 كيلو يعني 8000، وبدي 8 بت لحتى اساويهم ديجيتال، فانا بدي 8000 ضرب 8 ضرب 32 قناه، فبيطلع عندي المجموع 2,048
كيلو يعني 2 ميجا بيت بير سكند. لازم ننتبه على شغله، انه 32 قناه شايفينهم بهذا الجدول، شايفين هذا الجدول، هذا في 32 قناه، هي واحد، هي صفر، واحد هيك ال 15 16 17 هيك ال 31، يعني عدد القنوات يبدا من القناه رقم صفر وينتهي بالقناه رقم 31. من الصفر 31 قديش العدد؟ 32 قناه. ه32 قناه، 30 قناه مستخدمه لحتى انقل داتا، وقناتين محجوزتين لاستخدامات ثانيه. هل القناه رقم صفر والقناه رقم 16 محجوزتين يعني ما بيستخدمون؟ القناه رقم صفر بيستخدموها للمانجمنت تبع الترانزميشن، والقناه رقم 16 للسيجنالينج. السيجنالينج هو آلية يعني مثل نوع من أنواع التزامن بين الإشارة المرسلة والإشارة المستقبلة، أو بين البتات حتى ما يصير في عندي مشاكل فيها. فإذا من أصل 32 قناة أنا مستخدم عندي فقط القنوات من 1 ل 15 ومن 17 ل 31، يعني هال 2 ميجا بيت بير سكند بدي أشيل منهم هدول وهدول، لا عفوا هدول الزرق وهدول حتى أقدر أبعت فيهم الداتا. طبعا كل قناة مؤلفة من مثل ما اتفقنا 8 بتات واحد بايت، وفي شيء في شيء مستخدم ل سي ار سي، لشيء له علاقه بالبتات استعاده الاخطاء، في شيء له علاقه بالالاينمنت يعني التزامن بين المرسل والمستقبل، في شيء سبير بارت. هدول عم نحكي على التايم 0 والتايم 16، هدول محجوزتين مثل ما اتفقنا. اما من الواحد لل 15 ومن ال 17 لل 31 فهدول مستخدمين لنقل الداتا. هذا المعيار هو معيار اوروبي، يعني الـ E1 هو معيار أوروبي. في معيار أمريكي بيسموه الـ T1 وقادر على نقل up to 1.5 ميجا بيت بير سكند، هذا مستخدم بأمريكا الشمالية. أما الـ E1 فهو مستخدم بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى آخره. فإذا الـ T1 مستخدم بأمريكا، الـ E1 مستخدم بأوروبا، بآسيا، بأفريقيا، بالشرق الأوسط. شو هو الاي 1؟ هو عباره عن لينك قادر على نقل اب تو 2 ميجا بيت بير سكند بالنزله وبالطلعه، فول دوبلكس. شايف فول دوبلكس يعني روحه ورجعه، يعني في عندي طلعه وفي عندي نزله بين الدش الاول والدش الثاني. طبعا ما شرط نستخدمه على دشات على مايكروويف، ممكن نستخدمه على كابلات محوريه، ممكن نستخدمه على كابلات تويستد بير كذا الى اخره. من وين اجت 2 ميجا؟ اجت من طبعا هذا الاي 1 بيستخدم بالبي دي اتش مثل ما حكينا، نمط النقل شبه المتزامن عن طريق عمليه تحويل من الانالوج للديجيتال. جي 1 مستخدم باليابان، مظبوط مظبوط، الجي 1 هو معيار خاص باليابان. اما باسيا بشكل عام فبيستخدموا الاي 1، بالشرق الاوسط بيستخدموا الاي 1، بامريكا الشماليه بيستخدموا التي 1. اذا منين اجت 2 ميجا؟ اجت من هذا اللينك مؤلف من 32 قناه. هل 32 قناة بضربهم، كل قناة بدها عم تحمل تردد صوتي أو قناة صوتية، عرض القناة الصوتية 4 كيلو أنالوج، بدي أحملها لديجيتال فأنا بحاجة ل 8، يعني 8 كيلو، لأنه بدي تردد مثل ما اتفقنا ضعف التردد الإشارة الأصلية، فعلى الأقل بدي 8 كيلو. ف8 كيلو مضروبا ب 8 بتات يعني بايت، مضروبا ب 32 قناة صوتية بيساوي ل 2 ميجا بيت بير سكند. هلا الحلو بالاي 1 انه بقدر اعمل له مالتيبلكسنج، يعني بقدر اجمعه مع اي 1 ثاني، يعني عندي اي 1 جمعته مع اي 1 ثاني ثالث رابع، فصار في عندي معيار جديد بسموه الاي 2. وبالتالي الاي 2 شو هو؟ الاي 2 هو اربع اي 1ات. اذا كان الاي 1 2 ميجا فاربع اي 1ات هن عباره عن 4 ميجا، اربع اي 1ات هن عباره عن 8 ميجا. فمثلا اذا قلت لكم انه هذا في عندي مايكروويفين بيناتهم اي 2، معناتها نحن عم نستخدم 4 اي 1ات، يعني 4 ب 2 ميجا يساوي 8 ميجا، يعني سرعه النقل خلينا نقول بين الدش الاول والدش الثاني هي 8 ميجا بيت بير سكند. عمليه التزامن بتتم عن طريق تايم سورس موجود بالدش الاول وتايم سورس موجود بالدش الثاني، وبصير في عندي شبه تزامن بين المرسل وبين المستقبل. هلا اذا كان عندي اي 3 فهي 4 اي 2، فاذا انا عم خرج هون 8 ميجا عم بضربهم ب 4 فعم يطلع معي تقريبا حوالي 32 ل 34 ميجا.
هلا 4 E3 بيطلع معي ال E4 اللي هو 139 ميجا، 4 E4 بيطلع معي E5 وانا وماشي. فالمعيار الرئيسي هو E1. ال E1 هو موجود ك2 ميجا، اذا حطيت 4 E1 طبعا هذا شعار الملتبلكسر، هذا شكل الملتبلكسر، فبيخرج معي شيء بسموه E2 اللي هن 8 ميجا، 4 ضرب 2. بعدين ال E3 4 ضرب E2، الـ E4 4 ضرب E3 وهكذا. بقدر أعمل عملية هرمية، بقدر أستفيد فيها من داتا أكثر مرسلة بين المرسل وبين المستقبل. الـ STM رح خليه لبكرة. هذا المخطط ما تفكروه صعب أبدا، بالعكس كتير سهل سلطة يعني. بس بكرة رح نشرحه وحنفوت بعده ب مكونات اللينكات الميكروية كدشات وكأوديو وآي دي يو و و و و وتظل معنا وقت رح نستعرض بعض التجهيزات من هواوي ونحكي عن مواصفاتها وأشكالها وكذا. ظن بكرة، بركي بعد بكرة إن شاء الله. طيب حنوقف هون، موعدنا يوم بكرة إن شاء الله الساعة 9 بنفس اللينك ونفس الآي دي ونفس كل شيء. هلا التسجيل هذا رح أوقفه هلا، ولح لح شو اسمه حنزله ان شاء الله بعد شوي على الجروب. هلا بس نزلته، اذا عندكم اسئله نزلوها على الجروب كمان اول باول. الله يعطيكم العافيه وشكرا لكم.